البهجة ويا مساء التفاؤل ويا مساء حسن الظن برب العالمين. طبعا اهلا بيكم في حلقه مهمه جدا وخاصه جدا من برنامجكم المتميز والمختلف دايما، وبشر مع دينا حمدي. النهارده التوقعات جديده خالص يا جماعه. في ناس امبارح كان الوضع الفلكي ما كانش الطف حاجه، وكنا بنقول لهم خدوا بالكم، كان في شويه نرفزه، في شويه عصبيه، كانوا بيخنقوا كده دبان وشهم كده ومش الطف حاجه. سبحان ربي العظيم، وتلك الايام نداولها يعني فيما معناها، وتلك الايام نداولها بين الناس. الاوضاع اختلفت، وحتى وضعيات القمر نفسه اختلفت باذن رب العالمين، وانتقل القمر طبعا موجود من امبارح عند الاسود، وما زال مستمر النهارده لحد المغرب، موجود في بيت الاسود. طبعا كان بيدي للاسود قوه وانتعاش وانطلاقه، لكن كان عندكم يا اسود صرف مش طبيعي. نهدى شويه ارجوكوا، انا مش عارفه انتوا ايه اللي حصل لكم. صرف صرف صرف، انتوا في مشكله، انتوا عندكم مشكله. اهدوا شويه يا اسود، اهدوا والله العظيم، احنا فعلا بنحبكم وخايفين عليكم. انتوا القمر عندكم، عندكم الوضع قوي جدا وداعم جدا لتحقق وتحقيق الامال والامنيات والبشارات والانفراجات، وايضا بالنسبه لصحيا في استشفاءات، بالنسبه لتحاليل او فحوصات او مستشفيات، الدنيا باذن الله بتروق وبتهدى وبتبقى الطف ستيب باي ستيب واحسن حاجه. انتوا ما شاء الله تبارك الله الموت زي العسل، وظروفكم حلوه وبتحلو وكل حاجه حلوه، بس عندكم مشكله، ما اعرفش ايه مشكلتكم مع الصرف، بتصرفوا اكتر ما بيدخل لكم. اهدوا شويه، اكلما اشتهيتم اشتريتم، مش كل حاجه نفسكم فيها يا اسود تشتروها. القمر النهارده مساء هينتقل للذين يسعوا الى المثاليه، الترابيين العنادين اللي شخصيتهم قويه، اكيد عرفتوا انا بتكلم عن مين. بتكلم طبعا عن العذراء، الابراج اللذيذه الاجتماعيه اللطيفه، المستمعين الجيدين. يا جماعه احلى حاجه في الدنيا المستمع الجيد، لما تبقى انت محتاج تفضفض، محتاج تحكي مشكله او موضوع مهم، موضوع حلو فيه اخبار سعيده، محتاج حد يسمعك يقول لك مهتم بيك، باصص في عينك بيسمعك، وده فعلا فعلا بيريحونا كتير قوي قوي مواليد العذراء، لان هم مستمعين جيدين. بعد توتر وبعد قلق وبعد فتره استنزافيه وتراجع بقوه نفسي ومعنوي ومادي، وطبعا العطارد كان مؤثر عليكم بانه كان منتحس في الحمل، ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، اللهم بارك. القمر دخل عندكم النهارده من المغرب، فالفتره الجايه كلها مع العذراء، كلها انفراجات وصلاح حال. الترابيين الدنيا بتحلو، الجديان بعد فتره شاقه جدا وتراجع نفسي وتراجع معنوي ومشاكل في البيت، الاسره، المشاكل كانت داخله بيت الاسره، يا اما مع اهاليكم يا جديان، ممكن يكون مع والدتكم، ممكن يكون مع اخواتكم، ممكن يكون مع زوجك او زوجتك. المشاكل تفاقمت الفتره الاخيره لحد امبارح مساء، كان في تراجع عملي ونفسي للجديان بفضل الله عز وجل، وبالوضعيه الجديده بدخول القمر للعذراء وهو البرج الترابي، رفع وعلى من الحاله النفسيه والماديه عفوا مشاهدينا الكرام، الماديه والنفسيه والاجتماعيه والعاطفيه لمواليد برج الثور، الجديان، العذراء، لان القمر دخل عندكم اخيرا يا عذراء، بيحلي ايامكم. الاسود مستمرين معانا، الاسود مستمرين معانا، لان لسه القمر خارج فورا من عندهم. كل حاجه عندكم اي بلس، انتوا واخدين يا اسود، واخدين نصيب الاسود من التقسيمات ومن السعاده ومن الانفراجات ومن الاستشفاءات. وبعد كده دخل القمر النهارده، دخل خلاص على العذراء، بيحلي ايام باذن المولى عز وجل وبفضل الله عز وجل. ليه؟ اللي كان عندهم تراجع، كان عندهم احباط، كانوا حاسين ان الدنيا يعني مش الطف حاجه، صاحيين من النوم مكسلين، مش حابين يروحوا الشغل، اللي بيتنرفز حتى لو هزر معاكم، يا جماعة احنا واحنا مودنا حلو لو حد ضايقنا بنعديله. لاحظوها مع نفسكم كده، ركزوا مع نفسكم لما انت لسه خارج من الجيم او انت لسه خارجة من الجيم. الجيم يا جماعة ده بيحلي الدنيا، لانك بتلعب رياضة، الرياضة يا جماعة او الاسترتشنج للعضلات بيعمل ريلاكسيشن، بيعمل ميديتيشن، بيخلينا عندنا هابينس، حياتنا سعيدة، احنا فيري سمايلد، فيري هيلبر، مستمعين جيدين. لو حد ضايقنا او
او نرفزنا بنعديله، بنقول يمكن مش واخد باله، بنبقى لطاف كده ولذاذ. لما بنلعب رياضه بنبقى كده، اما بناكل اوميجا 3 يعني سمك ماكريل، سمك سالمون، سمك السردين والسالمون، وطبعا طبعا طبعا العين الجمل في المكسرات، ده مركز الاوميجا 3. وطبعا يا جماعه الشوكليت الدارك اللي ما فيهاش ولا نقطه لبن ولا نقطه سكر، دي بتعلي المزاج جدا وبتعالج الاكتئاب، بتخلي ال 12 برج لو اتعودوا، ال 12 برج كلامي لكم كلكم للحملان، كلامي طبعا للحملان، للثور، للجوزائيين، انا بقولها بالترتيب، للسرطان، للاسود، للعذراء، للعقرب، للكوس، للجديان، للدلو، الحوت، تكتروا اوميجا 3 كله على قد ما تقدروا. سمك بسارية، سمك سلمون، سمك ماكريل، ارجوكوا يا جماعه تاكلوا بوتاسيوم كتير، الفاكهه ركزوا على الموز، بيحسن المزاج وفيه بوتاسيوم وبيحلي الحاله المعنويه وبيخليكوا كده لطاف ومزقططين وبتتنططوا كده وبتستمتعوا بالشغل، بتستمتعوا يعني ست البيت وهي بتروق هي بتنظف البيت بمزاج، تطبخ الاكل بمزاج، الراجل بيشتغل بمزاج، فبيعلي المزاج، بيحسن الحاله المعنويه وبيخلي الدنيا مسكره كده والحياه لونها بامبي. طيب بفضل الله وبكرم الله تحسن رهيب عند برج العذراء وعند برج الجديان عموما وعند الثور. اخيرا يا ثور، بعد يا ثور فتره شاقه من المس اندرستاند، عندك كان سوء تفاهم رهيب، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبتي وأحبتي ونحن منهم إلى يوم الدين، عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك إلى يوم الدين. يا جماعة الصلاة على النبي ديت من المحفزات جدا للحالة المعنوية، والله بتفك الكروبات، ده دي مجربة، دي يعني مجربة وعن تجربة، كل اللي بيصلوا على النبي كتير بيقسموا بالله مشاكلهم بتتحل، ماديا بتتحسن، عندهم انفراجات، عندهم تسديد للديون، حالتهم النفسية ألطف في الحالة، الجهاز المناعي بيبقى أجمد، فبيكون مقاوم للأمراض بصورة أفضل، فبتكونوا انتوا صحيا الطف وموديا الطف، الحاله النفسيه بتعكس كل حاجه. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبتي واحبتي ونحن منهم، كتروا كتير قوي قوي طول ما انتوا قاعدين. بصوا ربنا عز وجل ما ذكرش اي حاجه كتير الا الذكر، والله يعني سبحان ربي العظيم، ربنا في الذكر بالذات قال ايه؟ واذكروا الله كثيرا. فبالنسبه لربنا موضوع الذكر ده كتروا كتير قوي منه، لانه بيحسن المود، بيحسن الحاله النفسيه، بيظبط كل حاجه. جينا للحملان بقى، والايه والايه يا حملان بقى، ايه اللي حصل لكم؟ خير يا رب، اللهم اجعله خير، اللهم صلي على النبي، ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. استمتعنا امبارح، ننكد عليكم النهارده؟ لا مفيش نكد، بس بننبهكم المواضيع، انتم مش عايشين معانا في الزمن ده دلوقتي، النهارده انتم مش في النهارده نيسان، لو هنقول بتاريخ نيسان فاحنا 18 نيسان ابريل. ايه اللي حصل لكم بقى يا حملان؟ انتم مش عايشين في هذا التوقيت اللي هو 18 نيسان ابريل 2024، انتم عايشين في زمن اخر، زمن السياره ترجع الى الخلف، زمن ماضي. معرفش اللي توفى ابنها، ما هو راح فين؟ هو راح عند ربنا، فهو عند الرحمن الرحيم. ذكريات قاسية جدا جدا لأي واحدة فقدت ابنها، لأي واحد فقد حاجة غالية عليه، زوجته أو مامته أو أخته أو أخوه، أو واحدة اتطلقت بتفكر في بترجع تاني بالموت بتاعها وبمخها للفترة اللي كانت عايشة فيها. خلاص يا جماعة يا حملان فوقوا، أنتوا طبعا أنا بتكلم عن ناريين فقط من 21/3 ل 19/4، أنتوا في عندكم مشكلة، يا إم يعني مخكوا يور مايند واخدكوا وراجع لورا قوي قوي، إحنا مش في هذا التوقيت، أنتوا مش معانا، انتوا مش هنا، انتوا سرحانين، سرحانين بتجلبوا لنفسكم طاقة الألم وطاقة الحسرة وطاقة العذاب النفسي والآلام النفسية. هو في ايه بالظبط؟ احمدوا ربنا، اللي يرضى ربنا بيرضيه، واللي من حمده زاده، وربنا قال ولئن شكرتم لأزيدنكم، ما هو اللي توفى ابنك واخده هو ربنا، فهو ابنك في ايد رحيمة، وزوجك اللي انت علاقتك بيه انتهت. انا كلامي للحملان، يا جماعه انتوا عندكم مشكله كبيره قوي، انتوا ايه مشكلتكم؟ انتوا ليه عايشين مش في زماننا ده؟ احنا النهارده بتوقيت جديد، باحلام جديده، بافاق جديده،
بطموحات جديدة. انسوا اللي فات مات، اللي فات ما بيرجعش. انتوا بتجيبوا لنفسكم حالة نفسية فيها داون قوي، فيري فيري داون وفيري ديبريشن وفيري نيجاتيف انرجي. ليه بتعملوا في نفسكم كده؟ ما تفوقوا. الزوج اللي ربنا عز وجل تدخل وحدث الطلاق في ناس كتيرة جدا، ربنا هيعوضك بيهم. البحر مليان سمك، الدنيا مليانة فرص. خلاص القطار اللي عدى فيه قطر تاني هيجي. حبيبتي مش معناه ان انت عايشة في زمن مش بتاعنا. الواحدة اللي ابنها توفى ان شاء الله ربنا يرزقك بابن تاني ويعوضك، وهو في ايد امينة، هو مع رحمة رب العالمين. انتوا بتتقطعوا، انا شايفاكوا بتتعذبوا. الوضع الفلكي فيه الم نفسي وندم وحسرة، ويا ريتني ما عملت. انتوا مخكوا داير بجملة واحدة، اصلي لو كنت عملت، يا ريتني كنت عملت كذا، ما انا لو كنت عملت كذا كان حصل كذا. والله ولا الكلام ده. ربنا يا جماعه اقروا الكتاب، ارجعوا لكتاب ربنا. ربنا عز وجل بيقول حتى لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. يا جماعه كل حاجه مكتوبه وانتهت خلاص. الكتاب بتاعكم اتقفل. اللي فات فات، والحاضر الحمد لله والشكر لله، والمؤمل غايب. هو ربنا طلب منك تصلي لبكره، هو لسه بكره جه؟ فما تطلبوش بحاجات لسه ما جاش وقتها. هو ربنا عارف امتى وقت جوازك الحلو، وامتى وقت خلفتك الحلوه، وامتى وقت الشغل اللي انت هتنتقل من مكان لمكان او من دوله. انت مش عدوه، انت حبيبه. فهو بيعمل كل حاجه بدقه متناهيه، متناهيه الدقه، متناهيه الذكاء، خطه محكمه. مش لازم تتهور. انت في عندك طاقه تهور وطاقه اندفاعيه وطاقه الام نفسيه بسبب الماضي واللي جاي بالماضي. يا جماعه فوقوا بقى. ده انتوا لو ما حدش اذاكوا يا حملان، انتوا بتوجعوا نفسكم بتتحسروا. لو ما حدش اذاك انت بتاذي نفسك. كفايه الطاقه دي بقى انسفها، لان من بكره باذن الله الاوضاع كلها هتتحل. وبامر ربنا عز وجل من دلوقتي اوريدي. والله يا جماعه اللي بيبدا بتغيير نفسه ربنا بيعينه وربنا بيكرمه وربنا بيساعده، لان ربنا جميل قوي. ربنا بيحب ان هو بيقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. كل يوم جديد، سكادجول جديد، خطه جديده. العب رياضه، كل اكل صحي، اطلع في الشمس، كل اكل فيه فيتامينز فيها اوميجا 3 وحاجات تعدل المزاج وتعدل المود وتخلي الدنيا الطف واحلى والدنيا جميله واموره وحلوه، تخليك عندك حماسيه تروح للشغل وتعمل شغلك على اكفأ درجه. وانت انك تصحي الصبح عايزه تجددي كل حاجه في بيتك، تنقلي الحاجات، ترتبي الحاجات، تنظفي كل حاجه، تطبخي بمزاج. يا جماعه الحاله النفسيه والرياضه والاكل الصحي والشمس والصلاه والعباده والقران والتسبيح، كل الحاجات دي مجلبات بتحلي الحياه دي. انتوا كده بتخشوا جنه الدنيا قبل جنه الاخره. يا حملان ارجوكم اهدوا شويه. والله العظيم معذبين نفسكم، ظالمين نفسكم. ان الله لا يظلم الناس مثقال ذره، ولكن الناس انفسهم يظلمون. انتوا قاعدين بتفكروا في ماضي. كفايه بقى، في ايه؟ اهدوا شويه. خلاص الماضي انتهى، اللي بعده. ربنا عز وجل اي حاجه خدها خدها بحكمه. انت مش عدو، وهو مش بيكرهك ومش بيكرهك، هو بيعمل كل حاجه لصالحكم. انتوا هندخل على الطور. يا تور انت داخل، يعني اللهم صل على النبي، يعني انت جالك الكينج كابس. ايه بقى؟ اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. انت القمر داخل عند العذراء، دخل خلاص، دخل خلاص عند العذراء. القمر ده يعني بيحل الدنيا قوي قوي، خلي الدنيا كده حلوه، في تسهيلات، في تيسيرات، الشغل لطيف، بنسمع اخبار حلوه، في ترقيات، في هدايا، في بشارات. الثور، الثور يعني يا جماعه الله اكبر، داخل كده بقلب. الثور يعني داخل يا جماعه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، داخل كده بالحلاوه. في عندك بفضل الله اخيرا انفراجات حلوه قوي 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 يا ثور. العذراء، العذراء القمر عنده، العذراء ده حبيبك يا ثور، حبيبك. اهلا اهلا يا استاذه نوره، يا اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اهلا بيك يا روح قلبي، نورتي الدنيا، ربنا يبارك. اهلا بيكي وبكل اهل الغربيه حبيبه قلبي، اتفضلي. تسلمي، انا بحب حضرتك جدا. ربنا يحبك، احبكي الله الذي احببتيني فيه، روح قلبي والله. ربنا يبارك لك. قولي يا رب. سؤالك يا روحي.
لو سمحتي انا كنت 9/8. انتي 9/8، تمام. انتي في العشير، جوزي انتي ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، انتي في النص بالظبط، انتي اسد اسد. الدنيا امبارح محلوة معاكي والنهارده محلوة، بس اهدي شوية في الصرف والنبي يا نور الحسين، انتي خاربة الدنيا. اهدي شوية يا حبيبتي، انا عارفة انك كريمة وعارفة انك بتحبي تهدي الناس وعارفة ان انتي اللي في ايدك مش ليكي، وعارفة ان انتي بني ادمة جذابة وقمراية وعسولة وقمر وكل حاجة فيكي حلوة. انتي الامبراطورة، الامبراطورة الصغننة، لان الامبراطورات الجامدين قوي العقارب وبعديهم على طول الاسد. حبيبتي انتي اهدي شوية في الصرف يا نورة، لان انتي عندك مشكلة في الصرف. بتصرفي كتير قوي يا نورة. ليه؟ ليه يا حبيبتي طاقة الصرف الزيادة دي؟ قولي، عايزه اعرف. انا جايه النهارده اغلس عليك وافهم ايه قصه الصرف في الاسود. اوكي، استمعي الي من خلال التلفزيون يا نوره. يا نوره، يا نوره انت اسد. الاسد ده يا جماعه يعني البرج كده اللي احنا بنبقى قاعدين كده وساندين ضهرنا وحاسين ان احنا ربنا كرمنا. المعرفه بتاعت الاسود دي بتخلي عندك ظهر كده وسند وواثق تقول انا اختي. يعني انا طبعا كل الشكر والتحيه لاختي طبعا الاستاذه غاده برج الاسد حبيبه قلبي، وكل وطبعا مديرتي حبيبه قلبي الاستاذه ولاء. كل الشكر للناس المحترمه والاستاذه نوره طبعا اللي لسه متصله، الناس المحترمه والناس المكافحه والناس المجتهده والناس اللي ما بيطلبوش حاجه من حد وما بيحبوش حد يساعدهم، وايديهم دايما دايما ايديهم بتساعد الناس، ودايما سمايلد ودايما مبسوطين ودايما فخورين ودايما عندهم سعاده انهم يعني ان هم هالبر، ان هم عندهم طاقه امتنان وطاقه حب ان هو يخدموا الناس من قلبهم ويجيبوا هدايا ويفرحوا الناس. انتوا فيري هالبر، بس انتوا المشكله عندكم يا اسود من النهارده مساء بدخول القمر في برج العذراء، اهدوا شويه ارجوكم. انتوا اللهم صل على النبي، الله اكبر، امبارح زي العسل، كل اخباركم بشارات عسل واخبار حلوه وكله زي العسل، بس النهارده مساء القمر دخل عند العذراء، اهدوا في الصرف ارجوكم. يا اهلا وسهلا. يا اهلا اهلا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. معاك مدام نجا. علي صوتك ووطي التلفزيون حبيبتي. حاضر. اتفضلي. انا عايزه اسال عن تاريخ ميلادي 20/5. انت 20/5، عايزه تسالي بالنسبه لايه بالظبط 20/5؟ ده انت اخر عشريه، اخر يوم في الطور. انت طور جوزائي يا استاذه ايه؟ اسمك ايه؟ نجوى. نجوى. طيب بصي يا استاذه نجوى، انت ديكتاتوريه، انت عندك تشبث بالراي زي الحملان. انت الشله بتاعتك انت والحملان والجديان عندكم تشبث في الراي، وواخده من صفات الجوزائيين. الجوزائيين اجتماعيين، بيحبوا الطاقه الايجابيه، بيحبوا الضحك والفرفشه، ما بيحبوش النكد ابدا، ولو قعدوا في مود النكد هو يعني فتره صغيره، وبيستعينوا بالله دايما دايما وربنا بيعينهم والله للخروج من هذا المود، لان هم ما بيتقوش يقعدوا يجلبوا طاقه سلبيه ليهم او لغيرهم. بتبقى فتره اختبار من رب العالمين، لان احنا في دار ابتلاء ودار اختبار ودار امتحان. فانتي دايما بتستعيني بالله انه يخرجك من اي مود سلبي. ارتباطك بالله حلو جدا، بس انتي ديكتاتوريه، فحاولي تهدي يا نجوى، لان مشاكلك مع المحيط اللي حواليك بيبقى بسبب تشبثك وانك عناديه وبتتشبثي برايك. مش افضل حاجه، مش احسن حاجه ان ست تبقى عناديه وتمسك كده في رايها وتبقى عناديه ودماغها ناشفه. يعني فاهمة، الوسطية حلوة، خير الأمور الوسط، من زاد عن حده يا نجوى بينقلب لضده، دايما خير الأمور الوسط. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي قايل. التور أخبارك حلوة قوي قوي يا نجوى، أنت آخر يوم في التور، أنت ثور، أنت 20/5 آخر يوم في الثور، أنت آخر عشرية واخدة كمان من صفات مواليد برج الجوزاء. الجوزائيين اخبارهم متوسطه، هم بقوا في الانر بيس، لا اخبار بوم 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 بروباجندا واو او ماي جاد واخبار تجنن، ولا داون داون فيري داون وفيري ديبرشن، لا هم في الانر بيس، لا واو ولا واو، اخباركم عادي. عايزين بس تخلوا بالكم صحيين، لان عندكم تراجع في عطارد، عطارد منتحس في الحمل، لا زال عطارد منتحس في الحمل، بيعمل مشاكل للقوس صحيا. القوس خلي بالهم من صحتهم قوي قوي قوي، حافظوا على حالتهم النفسيه والمعنويه. والعذراء ايضا، لكن العذراء النهارده ابتدى يتحسن، وايضا الحملان والجوزائيين والطور. بالنسبه للطور بدخول القمر النهارده، انت يا نجوى طور، بالنسبه لدخول القمر النهارده مساء عند برج العذراء صديق ليكي، ايه اللي بيحصل ده وايه الحلاوه دي وايه القمر ده؟
الدنيا بتحلوي معاكي، المشاكل اللي عندك مع جوزك او مع ابنك او مع اخواتك او مشكله في شغلك او مشكله ماديه بامر الله هتتحسن وهتحلو. الامور عندك زي العسل النحل، الله اكبر يا نجوى. يا اهلا وسهلا استاذه حياه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. حياه ازي حضرتك؟ عامله ايه حبيبه قلبي؟ منوره الدنيا كلها يا استاذه حياه، اهلا بيكي. كل عام وحضرتك بخير. وحضرتك بالف صحه وخير وسعاده يا روح قلبي. اتفضلي قولي سؤالك. لو سمحت عايز اعرف البرج بتاعي انا وجوزي. طبعا طبعا، اتفضلي اموريني قولي. 11/7 انا. 11، الله على برج 7 وحلاوته. 11/7 وجوزي 1/4. جوزك 1/4. اه تمام. هو بس جوزك هو صحيا ايه اللي وجعه دلوقتي يعني، او ايه اللي تعبه في عنده مشكله صحيه صح؟ هو مش الطف حاجه، في حاجه في جسمه مش احسن حاجه. هو بيكشف اليومين دول يا حاجه حياه؟ بيكشف هو عنده صحيا، هو لازم يخلي باله من صحته والله، قوي 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 قوي، لان الكوكب المؤثر عليه منتحز في الحمل، لكن الامور بامر الله هتبتدي تتحسن من بكره باذن الله. هو اسمه ايه يا استاذه حياه؟ محمد. محمد، اللهم صل على النبي. طيب بصي يا روح قلبي، انت السرطان الفتره اللي فاتت كانت فتره عصيبه 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 عصيبه. صح. كان عندك اكتئاب، شبه اكتئاب حاد، مش عايزه تكلمي حد، عايزه تتقوقعي وعايزه تقعدي لوحدك تقفلي على نفسك اوضه وتعيطي، مش عايزه ولا تسمعي حد ولا حد يكلمك ولا تكلمي حد. ايوه صح. بفضل الله وبكرم الله ابشرك والله العظيم يا حاجه حياه، من فضل الله ومن كرم الله القمر انتقل امبارح عند الاسود. الاسود كانوا امبارح والنهارده ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، الدنيا كلها محلوه معاهم ما عدا الصرف. ينتبهوا على الصرف ويعملوا من دلوقتي، وعدوني الاسود يعملوا سكادجول وجدول ينظموا فيه مصروفاتهم ويصرفوا بانضباط. من فضلكم يا اسود. انت بقى يا حاجه حياه، انت السرطان، بدخول القمر النهارده مساء عند برج العذراء الدنيا بتحلو معاكي، لان العذراء ترابي، وانت بالنسبه لك برج العذراء ده برج صديق ليكي، فوجود القمر عنده انت هينوبك من الحب جانب، عندك انفراجات، وجودك ليه قيمه وقامه. يعني انت لو قاعده في عزومه عيالك بيقولك يا مامي ربنا يخليكي لينا، يا مامي ربنا ما يحرمناش منك، يبارك في عمرك. فانت حاسه انك ليكي قيمه، ليكي قيمه، عيالك يعني انت بالنسبه لهم الكعبه مثلا، مثلا بقول مثال عشان الناس اللي ايه اللي بيتصيدوا الاخطاء. فانت لو قاعده في الشغل انت الفايبس بتاعتك تجنن، فالناس حابين الفايبس دي، مستمتعين معاكي بالفايبس، فايبس حلوه، فايبس ايجابيه، فايبس كده الناس يقولوا ده قعدتها سكر قوي، ايه القعده المعسله دي. فالدنيا هتحلو، عندك انفراج، عندك تحسن باذن الله نفسي بامر الله، وعندك انفراج حلوه يا حاجه حياه، والله العظيم الدنيا هتحلو قوي معاكي بفضل الله. يا اهلا وسهلا بمنه. اهلا يا دكتوره. اهلا يا روح قلبي، منوره الدنيا حبيبتي. الله يخليكي. ممكن اسال على تاريخ ماما 13/4؟ طبعا طبعا طبعا. 15/4. 13/4. 13، ماشي. انا الرقم ده بخاف منه، بس انت مالكيش دعوه بيا، سيبك مني. هي حمل، هي حمل، انا بخاف من رقم 13 ده. ايه قول يا منى. كنت اسال على تاريخ ميلادي 10/3. ماشي يا حبيبه قلبي، بس ممكن اعرف اسم ماما ايه يا منى؟ الدنيا. طيب اسمها دنيا؟ اللهم صل على النبي، الله اكبر، دي دنيتها هتحلو قوي 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 قوي. اسم دنيا طاقته حلوه 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 حلوه. بصي سبحان ربي العظيم، هو انتوا الاثنين حملان يا حبيبه قلبي، انتوا الاثنين حمل. انتوا بتتميزوا يا منى اسمعيني ومش تزعلي مني، انت اختي وحبيبتي واختي صغيره زي اختي، يعني ليا الشرف انك تبقي زي اختي. بصي يا روح قلبي، صلي على النبي، الحملان معروفين بالتشبث في الرأي يا منى، فانت لو عايزه تنجحي في الدنيا دي يا منى هقول لك على حاجه، الوسطيه حلوه، التشبث بالرأي والعند والدماغ الصلبه، الحجر اللي عايزه يعني القفشه دي، النشفه دي بتتعبي من حولك، فحاولي تهوني على نفسك وتهوني على اللي حواليك. بمعنى ايه يا منى؟ هقول لك يا روحي دلوقتي يا منى، لو بابي مثلا قال لك حاجه، باباكي مثلا قال لك قرار او رأي، ان هو شايف لك مثلا في عريس هو شايفه كويس قوي، وانت يا منى شايفه ان في واحد تاني هو اللي كويس، حاولي تقعدي مع نفسك
اي قرار في الدنيا ما تاخديهوش بعنف وتشبث، ولا رايي انا اللي صح، ولا رايي انا اللي لازم يمشي. ده مش صفات الانثى. الانثى صفاتها الاستحياء والعفه والكلام القليل والهدوء، اللي ربنا عز وجل قال هونا الذين يمشون على الارض، يعني واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، الذين يمشون على الارض يعني هونا. هونا دي كلمه حلوه قوي. يعني ايه هونا اللي ربنا عز وجل ذكر بها عباد الرحمن في القران الكريم؟ هونا دي يا منه يعني انت الطاقه بتاعتك فيها تشبث، ما ينفعش مع هونا. هونا دي بتبقي لطيفه، تبقي وسطيه، تبقي لا تكون يا منه لينه فتعصري، ولا تكوني صلبه فتكسري، خليكي وسط في الانر بيس. مامتك حمل فمامتك عصبيه، وانت كمان حمل عصبيه، انتوا الاثنين ناريين مندفعين، عندكم طاقه اندفاع، طاقه تشبث، ممكن تبلكوا الناس بسرعه، تشيلوا الناس. انت معايا واكيد بتقولي حصل، بتبلكي الناس بسرعه، بتخسري الناس بسرعه، تشيلوهم من على الفيسبوك، تعملي لهم بلوكات على واتساب، يجوا يتصلوا بيهم تقول لهم انا مش عايزه اعرفك تاني، بتقفلي الباب كده. خليكي وسطيه، خدي تيك يور بريث، خدي نفسك كده واهدي. واي قرار انت هتختلفي مع قرايبك، مع باباكي، مع مامتك، مع اخوكي، مع خطيبك او مع جوزك يا منى، في حاجه اسمها المناقشه، في حاجه اسمها الهونا، ما في حاجه اسمها الهدوء، التريث، اللين، الوسطيه، عشان تريحي وتستريحي. انت الفتره اللي احنا فيها دي لازم تخلي بالك صحيا من مامتك، خلي مامتك، والله يا منى ضروري تخلي مامتك، لانها حمل وانت حمل، الحملان في تراجع وفي منتحس في الحمل، اصلا عطارد اللي بيأثر عليكي انت ومامتك منتحس في الحمل، فانتوا صحيا في عندكم يا وجع بطن، يا ضغط عالي، يا ضغط واطي، يا لا قدر الله امراض مزمنه، لا قدر الله وجع سنان، وجع فقرات، وجع الغده الدرقيه مش منتظمه، شعرك بيقع او تساقط، او لا قدر الله حبوب في وشك كتير، انت الفتره دي عندك تراجع صحي ونفسي، لان يا جماعه لما بنبقى نفسيا مش الطف حاجه الجهاز المناعي بيتاثر. يا جماعه فوقه فوقه، ده الجيش بتاعكو، الجيش بتاعكو في جسمكو هو جهاز المناعة. ربنا عز وجل حذرنا ونبهنا في القرآن الكريم ان الستات ما تحزنش، لان الحزن بيأذي الجيش بتاعك يا انثى. كلمي لكل الستات، بيضعف الجهاز المناعة والامراض بتبتدي تصيبكو، فخدي بالك يا منى انت ومامتك دنيا من حالتكو النفسية قبل الصحية، لان نفسيا هتتظبطي، معنويا وجسمانيا هتبقي احسن حاجة. اهلا بيكي يا استاذة مريم. يا اهلا وسهلا حبيبه قلبي. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكي يا حبيبتي. اهلا بيك. اتفضلي قولي سؤالك. كنت عايزه اعرف بس البرج بتاعي. طبعا طبعا حبيبه قلبي، اتفضلي قولي اليوم والشهر. 18/12. 18/12 تمام. عايزه تسالي بالنسبه لايه في 18/12 اللي هو القوس؟ انا كنت يعني هنفصل وكده، مش عارفه. اوعي اوعي، هو برجه ايه؟ برج جوزي هو 1/5، برج الصوت. 1/5. ده يا حبيبه قلبي ده عشريه وسطانيه في التور، ده العشريه الوسطانيه، يعني تور يعني ديكتاتور، ده عشريه وسطى يا حبيبتي، مش اولى ولا ثالثه. طب بصي يا مريم، صلي على النبي، هو التور مع القوس العلاقة بتاعتكو حلوة جدا، فانت ايه مشكلتك؟ انت كده يا محسودة، يا بنرغي، يا بنحكي على نعم ربنا للناس اللي محرومين منها فبيحسدونا، يا مش محصنين نفسنا كويس. ما انت لو متحصنة كويس وقلتي على نعمة عندك، والله ما بتتحسدي، والله العظيم ما بتتحسدي يا مريم. مريم، هو جوزك اسمه ايه؟ محمود. محمود، طب اوعي تسيبيه بقى، اياك تسيبيه، ده تحذير. انا كده بصي انا بكره كلمه تحذير، بس انا بحذرك يا مريم عشان انت حبيبتي، انت حبيبتي فانا بحذرك. بصي يا روح قلبي، اسم محمود ده طاقته والله العظيم طاقه في علوم الباراسايكولوجي، وطاقه الطاقه اللي حوالينا لما بتقولي اسم محمود كتير، طاقه الحمد او طاقه احمد ومحمد ومحمود، طاقه جيده جدا جدا جدا، دايما فيهم تطوير، دايما فيهم علو، يا ترقيات، يا بيجي لهم فلوس، يا لو عندهم دين او مشكله بتتحل. اسم محمود ده اسم قوي جدا جدا جدا. بالنسبه لبرجه، هو برج الثور، برج الثور طموح، برج الثور ديكتاتور، برج الثور ترابي، برج الثور شخصيته قوامة، ما بيحبش يأجر، لو انت متجوزاه في شقه ايجار مش هتقعدي في ايجار كتير، لان هو بيكره
ان حد يبقى كاسر عينه او صباعه تحت ضرس حد. الثور ما بيحبش كده، الثور شوطه من دماغه، شوطه من دماغه. فالثور ده شخصية قوية، راجل قائد، راجل يملى العين، راجل مسؤول، راجل كده ليه شنة ورنة، راجل لما بيتكلم بنسكت نسمع له، راجل كده زي الكتاب ما قال رجل. فعنده مروءة، عنده شهامة، عند نخوة، راجل محترم. الرجال رجل الثور ما ينفعش تسيبيه أبدا. وعلى فكرة والله العظيم يا مريم اللي بتسيب برج الثور بتندم، ده مش تحذير ليك يعني، هو تحذير بصراحة، أنا مش تحذير، أنا بحذرك. الثور يا روح قلبي شخص لما وأنثى بتسيبه بتندم، تندم وبتقعد بقى تندب حظها، والندب بيشتغل، طاقة الندب بتشتغل. أنت علاقتك بيه حلوة قوي 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 والله العظيم يا مريم مع الأستاذ محمود. عندكم يا إما طاقة حسد، يا إما طاقة عمل، يا إما في جن اسمهم العوارض. الجن ده ممكن يكون معجب بيكي من غير ما أنت ما تاخدي بالك، تكوني بتسيبي شعرك بعد ما بتسرحيه يقع في التويلت. ممكن تكوني، ما هو الجن بيأثر علينا من خلال شعرنا يا جماعة، فبسم الله الحفيظ الحافظ يحفظنا جميعا، سلام قول من رب رحيم يحفظنا وينجينا كل الستات. كل يا جماعة الأستاذة طبعا حبيبة قلبي نوران طبعا بتسألني مديرة الإعداد المحترمة، بص يا أستاذة نوران الشعر بعد ما بنسرحه بنحطه في منديل مثلا أو كلينكس ونرميه في باسكت الزبالة، لكن في التويلت، في التويلت ده حرام عليكم يا جماعة، يا جماعه انتوا بتاذوا نفسكم. الطاقه السلبيه كلها، او انتوا زي ما انتوا عارفينها اسمها الجن، طاقه سلبيه عندنا كخبراء طاقه غير مرئيه، ما ينفعش ترموا شعركم ابدا في التويلت، لان الجن بيتحكم فيكم وبيأثر عليكم، بيعمل لكم عطل وعكوسات وموت زي الزفت وتراجع ومشاكل، تقعدي تلاقي حاجتك والعياذ بالله بتتكسر وبتقع وبتضيع، والحاجه قدامك ومش شايفاها، تيجي تذكري اسم الله تظهر، والله العظيم والله العظيم البتاع قدامك اهو، الكتاب قدامك اللي بتقريه، الكتاب انت مش شايفاه، تسمي تذكري اسم الله الاعظم والله تلاقي الكتاب ظهر قدامك. لازم يا جماعه التويلت ما بيتمرميش فيه شعرنا، التويلت دوت بنقضي فيه حاجاتنا ونخرج نوت مور نوت ايلس، خلصنا. الباب بتاعه على طول مقفول، بيتفتح بيفتح طاقه الشر، طاقة السلبية، طاقة الحزن بتدخل لكم بيوتكم، تلاقي الراجل بيبتسم للست تقول له ايه ده انت بتتريق عليا، البيت ولع، قامت خناقة عايزة تتطلق. فانت يا مريم انت عندك طاقة سلبية، يا اما جن عوارض، جن معجب بيكي او بيه، يا اما عندك طاقة حسد او سحر، هتاكلي بلح انت وجوزك وتشغلي صورة البقرة وتقريها على المية وتشربيها. اللهم بلغت اللهم فاش، هتاكلي بلح وتقري البقرة على مية وتشربيها. اهلا وسهلا، مساء الخير. اهلا وسهلا، مساء السعاده. الو، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم، اتفضل يا فندم مع حضرتك. 11/2. نعم 11/2 حضرتك. انا مش سامعه، انا عفوا وعلي يعني وطي التلفزيون وعلي صوتك. 11/2. ايوه يا فندم 11/2 و5/3 و5/3. انت اسم حضرتك ايه؟ زاهر. زاهر انت تمام، زاهر انت 11/2. انت دلو ده، انت اسمك زاهر، اللهم صل على النبي. اسم زاهر طاقته حلوه قوي 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 قوي. 5/3 دي المدام ولا ايه؟ المدام. اللهم صل على النبي. هي 5/3 دي حوت. هي بص، هي ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني هي لازم بس تخلي بالها صحيا اليومين دول، لان هي صحيا ممكن تكون تعبانه شويه او موتها مش الطف حاجه، او نفسيا، لان الحوت عنده تراجع والله يا استاذ زاهر. هي ممكن اعرف اسمها ايه؟ عزه. استاذ عزه، ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. بص هي عزه الحوت، ماشي. انت الدلو، الهوا مع الميه. بص يعني هي لازم تسيبك براحتك، لا انت دلو يا استاذ زاهر، انت اللي دلو ولا هي اللي دلو؟ لا انا اللي دلو. قول لها ما تسالكش كتير، عشان انت من النوع اللي بتتعصب من الاسئله الكتير. هي لو بتشوفني دلوقتي، لو هي بتشوفني دلوقتي، بصي يا روح قلبي يا مدام عزه، بصي يا حبيبه قلبي، انت طبعا زي اختي، الثلاث ابراج اللي بيكرهوا الاسئله وفرض الراي والسيطره بيكرهوا عشتهم، بيطفشوا من البيت، لو معاهم صاحبتهم انتمتهم بتسالهم كتير هيتجنبوها. هم ثلاث ابراج، على راسهم الدلو، ثانيهم الجوزاء، ثالثهم الميزان. الثلاثه دولت يا جماعه
هم هوا. هو احنا ينفع يا جماعه نجيب قفص ونحبس فيه الهوا ونقفل عليه بالضبه والمفتاح والقفل؟ الهوا ما بيتحبسش، الهوا يا جماعه غباء مننا لو حبسناه. فقول لو لمدام عزه ما ينفعش تسالك كتير عشان ما يحصلش ميس اندرستاند، قول لها تحاول انت تدلعها الفتره دي على قد ما تقدر، تقول لها كلام حلو يا استاذ يعني استاذنا الفاضل زاهر. تحاول يا استاذ زاهر انك تسمعها كلام لطيف قوي، لان هي عندها الفتره دي اكتئاب هي والدلو. الدلو عنده موده مش الطف حاجه لحد النهارده بالليل، بس الدلو النهارده بالليل موده هيتحسن، موده هيحلو، عنده يا اما خروجه يا اما سهره حلوه يا اما اجتماع لذيذ. النهارده الدلو مساء المود بيحلو قوي 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 بدخول القمر عند العذراء. النهارده مساء الدنيا بقت قمر، بقت سكر، بقت تجنن، فالدنيا هتحلو معاكوا قوي بالليل. لكن قبل كده الدلو عنده تراجع، الحوت عنده تراجع نفسي ومعنوي، عفوا نفسي وبدني جسماني يعني. طيب وايه كمان؟ القوس عنده تراجع، الجوزاء وسط في الانر بيس، الاسود اللهم صل على النبي مشعشعين ومتالقين ومنورين ومزدهرين وعندهم بشارات وعندهم اخبار حلوه وعندهم نقله مكان او نقله لشغل في مكان افضل او شغلهم هيفتحوا له فرع تاني، عندهم اخبار حلوه، لكن عندهم تحذير في الصرف. اهدوا شويه ارجوكوا يا اسود، اصرفوا بالعقل لان انتوا عندكم مصروفات خارجه كتيره قوي، حاولوا تتحكموا وتنظموا بدايه من النهارده. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. الاستاذه نوران، اتفضلي يا استاذه نوران قولي لي السؤال. السوشيال 20 12، دي بنت ولا ولد يا استاذه نوران؟ بنوته، بس مش كاتبه اسمها. يا جماعه طاقه الاسماء، يا جماعه طاقه الاسماء دي طاقه مهمه جدا، طاقه الاسماء دي قوس. طاقه ده اخر عشريه، يعني انت يا بنوته اللي بعتي لي السؤال يا برج القوس، انت اخر عشريه في القوس، انت قوس جدي، يعني انت واخده من القوس واخده من الجدي. القوس الفتره دي امبارح ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، امبارح واول امبارح الدنيا كانت لطيفه، كان في اجتماع، كان في قعده عائليه، كان في شنه ورنه. وجودك ليه قيمه زي السرطان بالظبط، هم والسرطان يعني القعده بتاعتهم القيمه بتاعتهم ظاهره كده واضحه. يقولوا يا ماما، يعني لو هي ام، لو برج القوس، انا بتكلم على امهات القوس، لو انت ام يقولك ايه؟ والله العظيم يا امي البيت مظلم من غيرك، والله العظيم يا امي الاكل من غيرك، السفره يعني الاكل ملوش طعم من غيرك. انت حاسه بقيمه كده. القوس والسرطان الفتره دي قيمتهم عاليه، القيمه الفاليو بتاعتهم ليهم قيمه فيري هالبر. بقى احنا ليه ازاي يا جماعه بيبقى لينا قيمه؟ القيمه يا جماعه بتظهر او بتبدا بان انت عملت ايه النهارده في يومك؟ ساعدت حد؟ طب ساعدت نفسك؟ طب خدمت حد؟ طب حد كان عاوز يشتغل ربنا جعلك سبب في انه اشتغل؟ طب اتنين متخانقين صلحتهم؟ طب صليت النهارده لربك اللي خلقك اللي هو اولى بطاقه الحمد وطاقه الامتنان، واحمدك يا رب واشكر فضلك ونبوس ايدينا وش وظهر، صليت لربك، زكيت، تصدقت، ساعدت حد محبط وعاوز يسمع كلمه طيبه، جبرت خاطر حد، ساعدت نفسك، لعبت رياضه، اكلت اكل صحي. من هنا بيبدا الحاله ان انت يبقى عندك حالتك النفسيه كويسه وحالتك البدنيه جيده، وان انت ليك فاليو، ليك قيمه، بتساعد نفسك وبعدين بتخرج المساعدات للاخر. كفي نفسك، الكلمه دي فعلا 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 كلمه ليها قيمه كبيره جدا. ساعد نفسك الاول، الاقربون والله اولى بالمعروف يا قوس. ساعد نفسك يا قوس، ما تبهتلش نفسك يا قوس. في ناس بتنسى فيكو نفسهم، بينسوا يناموا عشان غيرهم. يا جماعه خليكوا وسطيين، نام كويس، كل كويس، اشرب كويس، العب رياضه، رد على الموبايل لما انت تبقى افالبل وفاضي وعايز ترد على الموبايل، مش قادر ما تردش، ما معكش غير الفلوس اللي في جيبك ما تسلفش، انت الاولى. مش قادر تخدم حد وطاقه فوق طاقتك، ما تدوسش على نفسك، ساعد بالحدود اللي ما تظلمش بيها نفسك وما تدوسش بيها على نفسك. نفسك دي اولى الناس بان انت تخلي بالك منها وترحمها وما تظلمهاش. والله العظيم يا قوس كلامي ليكوا لاني بحبكوا، كل القوس وكل السرطان كلامي ليكوا. ما تبلاش دور الفالي هيلبر او اللي ما بينامش عشان الناس اللي في الاخر تحت عينه اسود وما بياكلش وبيدي الاكل بتاعه للناس. في ايه يا جماعه؟ ايه الافلام الهندي دي؟
لا انتوا خلوا بالكم من نفسكم اولا، اخدموا نفسكم اولا، اصحى الصبح صلي الفجر في ميعاده عشان تبقى حصن حصين في الله وفي ذمة الله. قول الدعاء الصغنن اللي بيحميك من طاقة العوارض والجن العاشق ومس السحر والسحر السلبي والسحر الاسود وطاقة الحسد عموما الرهيبة اللي محوطانا في كل الاتجاهات. عافانا الله واياكم، اللهم باسمك الله الحفيظ الحافظ ينجينا ويحفظنا جميعا. اما بتصلوا الفجر بتبقوا في امان الله وفي حصن الله الحصين. اما بتقولوا لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مره والله، ولا جن ولا انس ولا عمل اسود ولا احمر ولا ابيض ولا فوشيا ولا اي بتنجان، مفيش. انتوا كده له معقبات من بين يدي ومن خلفي يحفظونا، انتوا كده في حصن حصين مع رب العالمين. ربنا هينجيكوا وهيحفظكوا وهيرزقكوا وهيفك دقتكوا وهيشفيكوا وهيخليكوا تطمنوا على الاموات بتوعكوا، لان كل اللي بيتفرجوا عليا اكيد ليهم اموات تحت الارض غاليين جدا، هم في حصن حصين، هم مع ارحم الراحمين، مع الرؤوف، مع اللطيف، مع الرحيم، الرحمن، العفو، مع ارحم الراحمين، فاطمنوا. فاهلا بيك يا استاذ عبد الخالق، يا اهلا وسهلا. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. عبد الخالق، طاقه اسمك حلوه جدا. ربنا يبارك لك. عايز اعرف برج بتاعي موافق مع برج زوجتي ولا لا؟ اتفضل اتفضل قول. انا مواليد 1/3. 1/3 تمام. ومواليد زوجتي 2012. 2012. طب انا اقدر اعرف اسمها ولا صعب؟ رايف. انا اسفه يعني مش بس لازم اعرف الاسم معلش. رايف رايف. هي اسمها ايه؟ رهيفة رهيفة. الحاجة رهيفة. طيب حاضر. بص يا أستاذ عبد الخالق اتفضل تابعنا. بص هو اللهم صل على النبي، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا أستاذ عبد الخالق العلاقة بينكم لو عرفتوا واستثقفتوا فلكيا أو نفسيا هي هتبقى زي الخاتم ده في صباعك، وإنت هتعرفي تتعاملي معاه بمنتهى الاريحيه. الاستاذ عبد الخالق اسم حضرتك جيد جدا وطاقته حلوه قوي، انت حوت وهي الحاجه رهيفه برج القوس. الحاجه برج القوس فهي شويه عندها عصبيه شويه، احيانا بتبقى اندفاعيه، هي ناريه لكن ست حنينه قوي قوي قوي، اللي مش هقول بيضحك عليهم بكلمه لكن بني ادم قلبها طيب وقلبها نقي وحنينه، بتطلع تطلع وتنزل على ما فيش، الميه دايما بتطفي النار، فدايما العلاقه بين الابراج الناريه والابراج الناريه والمائيه علاقه لطيفه قوي، وعلاقه لازم احنا الاثنين نحترم قوه بعض. هي قويه جدا لانها ناريه ومندفعه وعصبيه ومتشبثه برايها زي الحملان وزي الجديان وزي الثور، لان القوس ناري فعصبي حماسي، بيحب القوة وبيحب الاندفاعية وبيحب التهور وبيحب كل حاجة بسرعة دلوقتي حالا، يعني متسرعين يا جماعة متسرعين. الحوت العكس، الحوت الأبراج بقى اللي هي العقل بقى المخ بقى، الأبراج الثقيلة أكبر كائن في البحر اللي هو الجلل اللي الناس كلها بتديله تعظيم سلام كده في البحر، لو كائن طب لو بني آدم، يحب الطموح، يحب القيادية، يحب السيادية، يحب يبقى رأيه صائب، يحب العقل، أحلامه دايما بتتحقق، خدوم وفاري هيلبر، ما ينامش لو حد طلب منه حاجة إلا لما ينفذها، دايما عند حسن ظن الناس بيه، قعدته حلوة، الناس بيتخانقوا عليه، تلاقي تليفونه عامل زي العذراء ما بيبطلش رن، الناس كلها بتحب تكلمه وتحب لأنه مستمع جيد، الحيتان يحبوا يسمعوا. بس لو كلام ليه قيمه، لو كلام اهبل او تافه او هايف ما لهمش طقان فبيقفلوا بسرعه، بيقول له في ايه يا عم وقتي، اي دونت هاف تايم. الحوت عقلاني، الحوت بيحب الطموحات، الحوت بيحب الترقيات، الحوت معظمهم مش هقول كلهم، فيهم نسبه بيحبوا ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، نفسهم مفتوحه للاكل، نفسهم مفتوحه للشغل، بيحبوا الترقيات ما شاء الله، طموحين، سند، دايما بيتطوروا، دايما بيحبوا يغيروا، بيحبوا يغيروا موبايلهم يا عايزين يا بس، هم مضحيين برضو يعني، هو بيشيل اللقمه من بقه الحوت، بيحب قوي اسرته وبني ادم مخلص. لكن لو في عوارض يا استاذ عبد الخالق بينك وبين الحاجه يبقى انتوا عندكم يا عوارض جن يا حسد يا سحر، يا انتوا بتتشبثوا برايكم يا جماعه. والله العظيم ساعات بيبقى ولا الجن ليه دعوه ولا الاعمال ليها دعوه ولا السحر ليه دعوه ولا الحسد ليه دعوه، احنا اللي لينا مشكله، احنا عندنا مشكله، متشبثين قوي زياده عن اللزوم براينا، لا رايي انا اللي صح ومش هيحصل غيره. يا جماعه اقسم بالله الليونه الانسان
المرن، أقرب القلوب إلى الله عز وجل، الهين اللين السهل القريب من الناس، الناس اللطيفة، الناس الحنينة، الناس المحسنين، الناس الرحماء بينهم، الناس الفيري هالبر، الناس الفيري سمايلد، الناس اللي هم اللطيفة، الناس اللي عندهم أناقة في كلامهم، في لبسهم، في مشيتهم، في مساعدتهم للآخرين، عمرهم ما يمنوا، عمرهم زي الحوت، زي الحوت، الحوت ما يذلش ابدا، لو ساعد حد او خلى حد يشتغل عمره ما يذله، وعمره ما يقول له لا ده انا شغلتك، ده انا ولي نعمتك، عمره ما يكسر عين حد. الاسود والحيتان. اهلا وسهلا بحضرتك. ايوه تاخد عين الطلق. اتفضل بس وطي التلفزيون من فضلك، اتفضل. تاخد عين الطلق عن 1/5. واحد خمسة حضرتك ولا مين؟ 1/5. 1/5 ده حضرتك ولا مين؟ لا ده والدي. والدك؟ اه. طب هو برج الثور هو اسمه ايه من فضلك؟ اسمه امين. استاذ امير ولا امين؟ امين. امين. ايوه. اوكي. ماشي اتفضل. اتفضل قول. و28/3. و28/3 ده انت ولا حد تاني؟ لا دي والدتي. ده ايه؟ والدتي. هي حمل، هي برج الحمل. تراب مع نار. حلو. طب هي ممكن اعرف الحاجه اسمها ايه؟ حاجه والده حضرتك. الحاجه ايه؟ قول اسمها. اسمها فاطمه. فاطمه، اللهم صل على النبي. طيب حضرتك عايز تعرف انت كمان برجك ولا لا؟ ايوه بتاعت 5/5. انت 5/5. طيب انت ثور برضو. ايوه. اسم حضرتك ايه؟ طارق. طارق. اوكي يا طارق. ربنا يا رب يطرق عليك كل ابواب السعد والنعيم، اللهم امين. اتفضل تابعنا من التلفزيون. يا استاذ طارق، حضرتك سالت على الحاجه فاطمه 28/3 وهي برج الحمل، والاستاذ امين او الحاجه امين 1/5 الثور. طيب هو بالنسبه للثور مع الحمل ممكن يحتوي، ممكن لو ما بطلش العند بتاعه، لان الطور عندي وديكتاتور والحمل عصبي ومندفع. يعني انت متخيل مدى الخطوره؟ انت متخيل يا استاذ طارق مدى العلاقه اللي فيها شد وجذب وجذب وشد؟ لو الثور اللي هو الديكتاتور، الثور الديكتاتور، الطور الديكتاتور العنيد المتشبث اللي هو بيعمل كده مع الحملان، مع الحمل اللي هو مندفع ورأي أنا اللي صح وعصبي ومتهور ومندفع وبيحب كل حاجة بسرعة 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 حالا تحصل. يا جماعة لو الحمل هدي شوية وتريث وبطل تشبث برأيه، والديكتاتور اللي هو الطور اللي هو الحاج أمين بطل ديكتاتورية وهدئ من روعه وما خدش كل حاجه على اعصابه لانه بياخد كل حاجه على اعصابه، الكلى بقى بتتعب. يا جماعه احنا الناس اللي بتاخد كل حاجه على اعصابها دول ما بيظلموش حد، اقسم بالله العظيم، الا انفسهم. ضغطهم بيعلى، هتلاقي الحاج عندك على انه برج الثور، يا ضغطه بيعلى يا ضغطه بيوطى، يا قولون العصب عنده بيحصل له تهيج هيجان في القولون العصب، يا الغده الدرقيه بتتلخبط. يا جماعه برج الثور وبرج الحمل اهدوا شويه، ما تاخدوش كل حاجه، اقسم بالله على صدركوا على قلبكوا على اعصابكوا. حبوا الحياه، حبوا، هونوا على نفسكوا، اتناقشوا وخدوا الموضوع بلطافه. بالنسبه للحاج بابا، الحاج امين الدنيا معاه، اللهم صل على النبي يا استاذ طارق. دخول القمر عند برج العذراء هيحل اموره كلها، عنده امور استشفائيه في الشغل، المشكلة اللي كانت حاصلة، التيران عارفين انا بتكلم عن ايه، المشكلة الكبيرة اللي حصلت وسوء التفاهم الكبير اللي حصل في الشغل ادى ان في ناس استقالوا، ناس مشوا من شغلهم، وناس اترفدوا، وباذن الله ان شاء الله يا هيروحوا مكان اعلى يا هيرجعوا شغلهم ويعملوا تصالح. اللهم صل على النبي. منطق الامور عندها برضو تخلي بالها بس من الصحة، عندها مشكلة صحيا، اكشف على منطق وراعي صحتها. وانت تور وباباك تور، الامور عندها كلكم زي الفل، انتوا والجديان والعذراء اي بلس زي العسل. مساء الخير. مساء الخير استاذ محمد، اهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله. ازي حضرتك؟ اهلا بيك، منور الدنيا، اتفضل. بنورك والله. هو كان بابايا عصبي ومامتي برضو عصبيه وكل يوم مشاكل مع بعض. برج ايه؟ برج ايه؟ قول لي على طول اليوم والشهر على طول. بابايا 22/1 ومامتي 15/1. 22/1 ده باباك؟ ايوه. اسمه ايه الحاج ايه؟
همام، همام محمد. اسمه همام؟ ايوه. تمام. ده برج الدلو، ده اول عشريه، اول عشريه في الدلو، يعني هو واخد من الجدي عنده، واللبس الاسود اللي على طول الجديان معروف اللون الاسود، والجديه والحديه والعصبيه والاندفاعيه والعنديه، عندي عندي. بس هو ايضا واخد من الدلو بقى اللطافه والابداع والدلع والخروج والفسح والسهرات والليالي الملاح والكافيهات والقهاوي، يعني باباك برضو واخد حاله الروقان بتاعه الدلو، دول الناس الرايقه، بحب الناس الرايقه. مظبوط صح. مامتك بقى، مامتك برج ايه؟ قول لي اليوم والشهر. الحاجه 15 إيه؟ 15/1. 15/1، تمام. طب ممكن اعرف اسمها؟ حنان. ده مامتك، يا نهار ابيض، دي مامتك جدي، يعني انتباه، يعني كله كده ينتبه كده، وايه، وسع وسع. عارف الاغنيه بتاعت وسع وسع بتاعت احمد سعد؟ ايوه عارف. هي مامتك الاغنيه دي نغنيها لها، وسع وسع وسع. يعني برجي جد جدا جدا، وانسانه شخصيتها قويه من الطراز الاول، يتخاف منها جلل كده، تبص للبسطه اللي قدامها بتصغر كده، تبص للبسطه اللي قدامها بيلتزم وبيقف كده ثبات، انتباه من حديد، وبيعرف حدوده كويس قوي، علشان كده الناس بتخشاها وبتحترمها وما بيتعدوش حدودهم معاه. يعني في مثل بالانجلش يا استاذ محمد بيقول يو كان بي انفلانت از يو لايك بات ذير ار ليميتيشنز. مامتك اي ريد لاين، خط احمر، كل الناس بتقف انتباه، بتنتبه، بتلتزم، ما بيخافوا يعدوا الخط الاحمر لان هيتعاقبوا، لان في عقاب. الجدي بيدي عقاب، الجدي شخصيته قويه، مش اي حد بيتقبل هذه الشخصيه لانه شخصيه قويه جدا. باباك الدلو هوائي، باباك ما بيحبش الاسئله كتير، الهوائيين بيتعبوا مع برج الدلو، الميزان بيتعب مع برج الدلو، الجوزاء بيتعب مع برج الجدي، عفوا الدلو بيتعب مع برج الجدي، والميزان بيتعب مع برج الجدي، الجوزاء بيتعب مع برج الجدي، لان برج الجدي اسئلته كتيره وبيسال كتير وبيستفسر، وهو اسمه الحكومه يعني. فخد بالك، خلي بس مامتك ما تسالش بابا كتير، لانها شخصيه عنيده وشخصيه قويه وشخصيه جدعه جدا جدا جدا. يا رب يبارك في عمرها، شخصيه زي القمر، مش شكلها بس، روحها. الجديان جدعان قوي، وباباك دلو، فما تخليش حد يساله كتير لانه بيكره عيشته لو حد ساله. اتفضلي يا استاذه ياسمين. ايوه السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته حبيبه قلبي، اهلا. الله يخليك. ممكن نسال بس على وطي التلفزيون حبيبه قلبي، وطي التلفزيون، انا سامعاكي. لا لا التلفزيون ممكن. اتفضلي، انا معاكي يا استاذه ياسمين. بس اسال بس برج عيالي وبرج. وطي التلفزيون يا حبيبه قلبي، اتفضلي انا سامعاكي، قولي سؤالك. اليوم والشهر اتفضلي. انا 8/7/88. لا هو اليوم والشهر بس، 8/7 خلاص. ايوه. ماشي يا استاذه ياسمين. الاسم التاني هتسالي على مين تاني؟ عيالي الاثنين عبد العزيز واحمد. عبد العزيز 21/6. عبد العزيز، اللهم صل على النبي، اسمه حلو قوي 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 يا استاذه ياسمين. هو يوم والشهر. انت سرطان، انت برج السرطان. هقول لك التفاصيل باذن الله خير، ابشري والله، اخبارك حلوه قوي 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 الفتره الجايه. في عبد العزيز. طيب احمد 10/6. احمد 10 10/6. تمام. وعبد العزيز. عبد العزيز 21/6. هو جوزاء، احمد جوزاء. 21/6 عبد العزيز. 21/6 تمام. ده سرطان برضو زيك عبد العزيز، زيك سرطان، اول عشريه في السرطان. انتوا بصي يا ياسمين، اللهم صل على النبي، يعني ابشري والله العظيم، انتوا الثلاثه ابشروا. بس المشكله الكبيره كانت عند الاسود والجوزائيين في ان الصرف بتاعهم اكتر من الدخل بتاعهم، فهو التحذير الوحيد لابنك احمد الجوزائي، هو زي الاسود بالظبط، بيصرفوا كتير قوي قوي قوي، وبيصرفوا اكتر ما بيدخل لهم، فبيحصل مشاكل، بيحصل ميس اندرستاند. في ايه؟ خليه يهدى شويه ويصرف بالراحه. بيصرف جامد والله يا دكتوره، مش عارفه قوي قوي قوي. لا لا لا، ده بطريقه طريقه مرضيه. تعب نفسيتي كمان والله. لا بصي يا روح قلبي، بصي يا حبيبه قلبي، احنا ممكن نصرف بس بالعقل، كل شيء من زاد عن حده بينقلب لضده يا ست البنات.
الوسطية والالتزام والانضباط والوعي والإدراك، اللي هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ريحك خالص كلمتين، خير الأمور الوسط، خلصنا خير الأمور الوسط، خلصت خلاص. فالوسطية دي بتريحنا يا جماعة في كل حاجة، ما نبقاش كده قوي ولا كده قوي، نبقى وسط كده، وسط في الانر بيس، في المنطقه الامنه. اسمعيني يا استاذه ياسمين من التلفزيون يا حبيبه قلبي، بالنسبه للسرطان والسرطان 21 6 و 8 7، طيب السرطان الفتره اللي فاتت كان عنده حاله اكتئاب، كان بيمر ب، عارفين الفيلم بتاع عشان ما حدش يزعل مني، فيلم بتاع عندليب الدقي لما دخل لقاه عصبي قوي وبيكسر الاوضه بيقول لهم معلش معلش اسيبكم دلوقتي عشان انتوا مجانين دلوقتي، اجي لكم اما تعقلوا شويه، اجي لكم عشان انتوا مجنون دلوقتي. السرطان كان المود بتاعه مش الطف حاجه، كان بيتعصب، يعني لو حد بيهزر معاه ممكن يقفش، تخيلوا والله العظيم لو حد بيهزر معاه وقال له كلمه بيهزر يقول له يا عم بهزر، يقول له زعلان، يقول له والله بهزر، يقول له والله زعلان. المود بتاعه ما كانش جايبه بضحك وهزار ابدا، كان واخد الموضوع بشكل جد قوي. احنا ما ينفعش طول الوقت نبقى جد، ما ينفعش. حتى المشكلات والله مش تفاهه ومش هيافه ومش هبل، لكن انت لازم الحياه ما ينفعش تبقى جد طول الوقت. الحياه نفسها ربنا عز وجل قال عليها لعبه، والله ربنا قال وما الحياه الدنيا الا لعب ولهو، شويه لهو وشويه لعب. يبقى احنا ناخدها على محمل الجديه؟ لا، مش كل حاجه ناخدها بمحمل الجديه. هونوا على نفسكم يا سرطان، مش كل حاجه تاخدوها على صدركم وعلى قلبكم وتعملوا من الحبه قبه. هو ده برج الشك والغيره، وبرج اللي بيعمل من حبه قبه برج السرطان. ما ينفعش تعمل من الحبه للمره العشره قبه يا سرطان. خد المواضيع بسلاسه، خد الموضوع بشياكه، خد الموضوع بالراحه، عدي، تساهل، هون على نفسك، اعمل نفسك ما خدتش بالك. ليه بقى؟ لان معظم الامراض اللي دخلت على مواليد برج السرطان الفتره اللي فاتت كانت بسبب انه بياخد كل حاجه على اعصابه. ابتدى يظهر عندهم لخبطه في الغده الدرقيه، اسفل الظهر كده، الفقرات اللي في اسفل الظهر بقت توجعهم جدا جدا من الالم النفسي، الم جسماني وبشري، ويعني جسمك بقى يوجعك من كتر الحزن والهم والغم والالام النفسيه. اضحك يا سرطان، كل اكل صحي يا سرطان، العب رياضه، اقسم بالله الرياضه دي نعمه عظيمه من النعم العظيمه اللي ربنا عز وجل انعم علينا بيها يا جماعه. تعمل لكم زي، نرجع تاني نقول، تعمل ريلاكسيشن، الرياضه، الرياضه بتعمل مديتيشن، الرياضه بتعدل المزاج، الرياضه بتعمل استريتشنج للعضلات، تخلي مودكم لطيف. الناس اللي بيلعبوا جيم دايما لطف ولذاذ ودمهم خفيف وزي العسل النحل. اوكي، هنروح لبقى برج الجوزاء. الجوزاء يا جوزائيين، يا جوزائيين والله العظيم الدنيا هتحلو قوي الشهر الجاي، الله اكبر. لكن انتوا اليومين دولت لا، في تراجع، مش هكذب عليكم يا جوزائيين، في تراجع على عطارد عندكم في في الحمل، هو منتحس اوريدي في الحمل، في حاجه يعني انت طالع لك كارت، يعني ايه الكارت ده؟ اللهم صل على النبي، ده كارتين كمان. لا بقى ده كده في مشكله كبيره قوي. ايه ده؟ التنس ووردز، في ايه يا جوزائيين؟ معلش يا جماعه، انا والله الكوكب الحاكم بتاعه طارد برضه، فمنتحس في الحمل وان شاء الله تحلو. ايه اللي انا شايفاه ده يا جوزائيين؟ ايه المنظر ده؟ اقسم بالله ايه المنظر ده؟ ايه المنظر ده؟ يعني انتوا في قرارات خدتوها الجوزائيين بس، كلامي للجوزائيين بس، والله يا جماعه ده كارت عابر كده، يعني طلع بعد الصلاه على سيدي رسول الله، وطهرنا الورق بالصلاه على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. في قرار انت خدته يا جوزاء، قاعد عارفين الندبين، طاقه الندب اشتغلت. يعني اللي ساب شغله قاعد يا ريتني ما سبت الشغل، اللي اتطلق، اللي طلق مراته يا ريتني ما طلقت مراتي، اللي ما عرفش سافر من بلد لبلد قاعد يا ريتني ما سبت بلدي. في ايه؟ ايه الطاقه دي؟ ايه الطاقه دي يا جوزائيين؟ ما ينفعش، اللي حصل حصل خلاص، قولوا الحمد لله والشكر لله، قولوا احمدك يا رب، يا رب اجعل اللي جاي خير. ده طاقه ندم رهيبه، طاقه في حد فيكم عمل حاجه وقاعد مخه ما بيفكرش غير فيها، زي الحملان بالظبط، انتوا والحملان الشق الشق كده، اخوات الشقايق وحبايب في الحته دي، دماغكم بقى مش فاضيين النهارده للتاريخ الجديد، ان احنا اهو خلاص كام ساعه وهنبقى 19 نيسان ابريل. لازم تحمدوا ربنا،
لازم ترضوا ترضوا طول الوقت يا جماعة، أقسم بالله جوزائين أنتوا مش أعضاء ربنا، والله ما غضبان عليكم ولا بيكرهكم، أنتوا عباده، ده نفخ فيكم من روحه الشريفة، نفخ فيكم من روحه. عايزين إيه حب تاني؟ اللي أنتوا فيه دلوقتي هو أفضل حاجة ليكم. اللي طلق يحمد ربنا على الطلاق اللي حصل، واللي ابنها توفى والله هو في رحمه الله، ما تقعديش تندمي، انت ما بقيتيش عايشه معانا، انت عايشه في الماضي وفي ذكريات ابنك اللي مات وبنتك اللي ماتت. كفايه كفايه ندم، كفايه. اللي جاي احلى. استاذه ولاء، اهلا وسهلا. استاذه ولاء، اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكي. ايه الاسم حضرتك ده؟ اسم ولاء ده اسم الوفاء والاخلاص والجمال كله. اسمك حلوه قوي يا ولاء، طاقته حلوه. حبيبتي تسلمي لي يا رب. قولي اليوم والشهر حبيبه قلبي، وسلمي على الامور اللي جنبك بوسه كبيره ليه، بوسه كبيره للقمر اللي جنبك البيبي. اتفضلي. ايه لو سمحتي، انا كنت انا جوزي 12/7 وانا 23/1. 12/7 وانتي 23/1. 23/1. اه طيب حبيبه قلبي ابشري باذن الله. بس انت، انا لسه بقول لك يا ولاء، ارجوكي ارجوكي ارجوكي، بلاش يا ولاء اي طاقه ندم الفتره الجايه، بلاش. انت عندك، انت برج السرطان، انت كان عندك اكتئاب وكان عندك ميس اندر ستاند مع جوزك او مع حد من سلايفك، او انت علاقتك باهل جوزك كويسه ولا كان عندك مشكله معاهم؟ هو يعني كان في شويه مشاكل كان. انا عارفه، انا عارفه، لان الوضع الفلكي كان في مشكله كبيره عند السرطان، مشكله يا اما مع سلفتك، سلفه بالذات، او حد من قرايب جوزك، اخته او مامته او اخوه او باباه اللي هو حماكي. بس باذن الله كل ده هيتحل والله العظيم يا ولاء، اللهم صل على النبي، كله هيتحل. جوزك عايزه تسالي على حاجه معينه عنده؟ هو دلو ده روقان، وبحب الناس الرايقه، ده بقى العدوية غنى له بحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول، أما العالم المتضايقة أنا لا ماليش في دول. الدلو يعني المبدعين، يعني الروقان، ما بيحبش الأسئلة هو كتير. حضرتك هو اللي 12/7 هو السرطان. هو السرطان. هو السرطان. تمام. انت بقى اللي دلو. الله عليكي، الله يا ولاء، الله عليكي، الله عليكي، الله عليكي. انت برج الناس اللطيفة قوي 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 حبايب قلبنا كلنا. الدلو ده بصي هو باستثناء النهارده، النهارده انت الدنيا هتظبط معاكي من بالليل، لان انت مودك فيه تراجع نفسي، عندك حوار، في حاجه منكده عليكي والله ما اعرف. انت والحوت مش مظبوطين والله، الوضع الفلكي مش مظبوطين خالص، يا اما عندك حد النهارده اثار استفزازك، حد عايز يوقعك في الغلط، حد انت بتقولي له سلام عليكم بيقول لك ايه ده، وكمان بتقولي سلام عليكم وانت قلبه وشك، في حد النهارده بيحاول حاول يغيظك، حد بقى ممكن يكون ابنك، جوزك، حد من قرايب جوزك، حد من اهلك، انت كلمك مكالمه ضايقتك، طاقه استفزاز كانت عندك النهارده، اداله كان في حد عمال يغيظ فيه، اللي هو عماله تقولي ايه، اللهم طولك يا روح، اللهم طولك يا روح، طب اللهم طولك يا روح. بس انت في الاخر امسكي نفسك عشان ما تنفعليش. النهارده بالليل القمر داخل عند، دخل خلاص عند العذراء، الدنيا هتبتدي تحلو من بعد الساعه 12 معاكي، المود بتاعك هيبقى الطف. برج السرطان حضرتك يعني الدنيا هتبقى عامله معاه ايه بعد كده؟ بصي يا حبيبه قلبي، هو المفروض ان السنه دي باذن رب العالمين وبفضل الله وبكرم الله وبحسن ظننا فيك يا رب، من بعد 24 ايار مايو عند السرطان في ورقه هياخدها، ما اعرفش بقى هتبقى والله اعلى واعلم، يمكن في شهر 12، يمكن ورقه حلوه، ورقه اخبار حلوه جيده هياخدها، ما اعرفش والله امتى بالظبط، بس الوضع الفلكي بيقول في ورقه خير من رب العالمين هيحصل عليها. الوضع الفلكي بيقول ان بعد 24/5 لحد اخر السنه، اخر السنه بتبقى 12 يوم 30 ولا 31/12 خلاص، بعد الرقم ده في ورقه هيحصل عليها السرطان، يا اما بنقله شقه، يا اما هيسافر، يا اما الفيزا بتاعته فيها حاجه، يا اما هينقل من بلد لبلد، يا اما هيتطور في شغله، يا اما يشتري محل، يا هيجيب عربيه، يا هيغير عربيه لسياره احدث، في اخبار حلوه بعد 24/5 بامر الله للسرطان المائي. الفتره اللي فاتت كان عنده اكتئاب حاد، ما كانش عاوز يكلم حد، كان عنده مشاكل وتراجع مادي، كان عنده زي ما يكون ديون، ما اعرفش ابنه في مدرسه او كان بيسدد ديون
مليون في الشقة، اشتري حاجة بيسدد دينها، كان عليه فلوس، كان عنده قتب كده حاجة مقتباه، حد من قرايبه عيان. فإن شاء الله اللي جاي كله خير. مشاهدينا الكرام هنروح لفاصل سريع ونرجع لكم، خليكم معنا. مشاهدينا ورجعنا لكم تاني بحسن الظن في رب العالمين والبهجة والسعادة، وإن شاء الله وجلب الالتقاط الإيجابية بحسن ظننا الدائم والمستمر الأبدي في رب العالمين. رجعنا مع برج الجوزاء. بقولك يا جوزاء بقى عشان خلاص اهو بنخلص، انت طلع لك كارتين مش هقول منيلين والله أبدا، بس كفاية بقى ندم وكفايه حسره وكفايه تفكير في الماضي، خلاص بقى فول نفسكم يا جوزائين انتوا والحملان، لان انتوا ايه قاعدين تندبوا حظكم على القرار خدتوه وندمانين. والله خلاص والله العظيم اللي عمل لكم القرار ده هو ربنا، وربنا بيحبكم وحبيبكم واختار لكم الصح. اللي ضاع منها حاجه استعوضي ربنا، ربنا هيجيب لك الاحسن منها. اللي انفصل وطلق مراته قاعد يندب وندمان في، ربنا هيرزقك بست ستها. واللي توفى ابنها وقاعده برضو عايشه في الماضي هو مع ارحم الراحمين، يعني ثقي في الله ان هو لطيف رؤوف رحمن رحيم. يا جماعه اي حد، كلامي لكل الجوزائين وكل الحملان، كفايه كلام في الماضي عشان الطاقه اللي عندكم عاملين كده اهو، طاقه انتظار، قاعدين منتظرين حاجه. والله ربنا استجاب لكم، والله العظيم الفتره الجايه يا جوزائين كلها خير ومساعدات الهيه. ربنا عارف قد ايه انتوا صبرتوا وقد ايه اتألمتوا وقد ايه اتعذبتوا وقد ايه انجرحتوا وقد ايه اتظلمتوا. والله العظيم ربنا قايل انا عندي ظن عبدي بيه فليظن عبدي بيه ما شاء. طول ما انتوا بتظنوا في ربنا ان ربنا هيكرمكم وهيرضى عنكم وهيراضيكم اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبتي واحبتي ونحن منهم الى يوم الدين. والله العظيم يا جماعه اللي جاي حلوه قوي 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 للحملان وللجوزائين، وده سرطان اللي انا فاتحه ده سرطان. كفايه بقى ندم وعلى اللبن المسكوب، اللبن اللي اتسكب ده قعد يا ريتني ما دلقته، خلاص اللبن اتدلق، روح بقى اشتري لبن تاني وخلاص. اللي بيبكي على اللبن المسكوب ده، الحاجه اللي وقعت واتدلقت مش هينفع نرجعها تاني، انتهينا انتهينا. استعوض ربنا، وربنا اللي جابها لك عنده الاحسن مليار مره، ما عندوش زياد، عنده احسن منها. السرطان بعد فتره يعني جالك زديفل، شخص شهواني في حياتك يا سرطان، شخص يا بياكل كتير يا عديم المسؤوليه، يا شخص كده مؤذي ومقرف، يا طاقه من الطاقه السلبيه اللي كانت متحكمه فيك او معجبه بيك يا سرطان، كلامي للستات، او معجب بيك لو انتوا فاهمين انا بتكلم عن ايه، عن الطاقه السلبيه. ممكن يكون زديفل ده جن عاشق، والله ممكن يبقى مس شيطاني، ممكن يكون عمل، ممكن يكون شخص شهواني موجود في حياتكم، يا بيحب شهوة الفلوس، يا بيحب شهوة الأكل، يا بيحب أي شهوة من الشهوات، شهوات كتيرة قوي، جنس وفلوس وسلطة وشهوة مال وشهوة أكل، في شهوات كتيرة قوي. أنت ذا ديفل ده شخص قريب منك بيحب حاجة قوي لدرجة الإدمان، فزادت عن حدها فاتقلبت ضدها. يا إما بيحب الأكل الكتير، يا بيحملك مسؤولية وهو عديم المسؤولية، فأنت تعبت من الأراجوز اللي في حياتك، حاسس ان ايه الاسم مرتبط وانت مش مرتبط. ممكن تكون زوجة غير مسؤولة، ممكن يكون زوج غير مسؤول، ممكن يكون صديق رخم وسئيل بيسألك كتير على فلوس، بيروح تخرجوا عايزك على طول طول الوقت انت اللي بتدفع، وهو يطلسم ويصهين ويعمل نفسه مش واخد باله. طب ادفع انت بس، ايه ده اصل الفيزا، الفيزا معرفش فيزا ايه، معكش ما تخرجش. كل مرة انت ملاحظ يا سرطان انكم تيجوا تخرجوا قاعد عمال يستهبل ويستعبط وشغل الصهيانة، وقاعد اصل الفيزا معرفش نسيتها، اصل المحفظة نسيتها، كل مرة كده بتنسى المحفظة. شخص عايزك انت اللي تدفع له وانت اللي تشتغل له، ولو زوج عايزك انت اللي تودي المدرسة،
الاطفال وانت اللي توديهم المستشفيات وانت اللي تجيبي العلاج وانت اللي تشتغلي وانت اللي تصرفي على البيت. بني ادم عاوز كده نقعد معاه نقول له انت ما عندكش اني ريسبونسبيلتي، انت ما عندكش ريسبونسبيلتي بمليم، انت عايز تفوق لنفسك. يا جماعه اللي بتلاقوه كلامي لكل السرطان بيستغلكوا او عايش الدور على الفاضي او منافق او مخادع او اعوذ بالله، باصص في رزقكم وبيفتش، يقعد يسال طول الوقت انت صرفتي في ايه، انت قبضتي كام بالظبط، طب انت عملتي ايه بمرتبك، انت مالك المرتب، دي حاجه شخصيه. يا جماعه ذا ديفل ده شخص شهواني وكتير السؤال، وشخص حشري وشخص ثقيل وشخص مقرف ومقزز وقميء وبذيء. ايه القرف ده يا جماعه؟ الشخصيات دي حاولي تجتنبوها، ده بتجيب امراض اقسم بالله. الناس دي بتعلي الضغط، يا بتوطي الضغط، يا بتجيب كانسر، يا بتجيب قولون. يا جماعه لا تلقوا بايديكم الى التهلكه، الشخص ده لازم تبعد عنه يا سرطان. الشخص ده مقرف، شخص مقزز وقميء وبذيء، ابعد عنه. عندك باذن الله ان شاء الله بعد صبر باذن الله الفتره الجايه باذن رب العالمين عندك جبر خاطر وعندك سعه رزق، عندك بشارات وعندك انفراجات. نعدي بس، بصوا يا جماعه انتوا الفتره دي هتفضل فيها والله اعلم واعلم ولا يعلم الغيب الا الله عز وجل. الفتره دي هتفضل الوضع الفلكي شويه، انتوا فاهمين، مش الطف حاجه، بس انا مش بحب اقول السلبي، بحب اقول الايجابي بس. هيعدي 24/5 هنلاقي الدنيا بتتحسن والطف حاجه، وجوبيتر هيدخل باذن المولى عز وجل امور كتيره هتنفرج، واخبار والانتظار هيجي باخبار ساره، وفي بشارات. اللي عايزه تحمل، اللي نفسها تسمع كلمة ماما، اللي نفسها ترتبط، هيبقى في تيسيرات ليك جامدة قوي 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 يا سرطان. أرجوكوا ابعدوا عن بس الشخص المقرف المقزز ده، ولو يا جماعة لو دي طاقة سلبية حاولوا تقروا قرآن كتير، ما تقعدوش لوحدكم كتير يا سرطان عشان الطاقة دي مقرفة قوي اللي طلعت لي دي. لو طاقة جن حاولوا تتحصنوا بالله، دايما صلوا الفجر. الله أكبر، إيه يا أسد الحلاوة دي؟ إيه يا أسد الطعامة دي؟ انت جالك النايت كابس للمره الثانيه يا اسد. ايه 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 رفعه الشان، وايه العلو، وايه الوجاهه، وايه اللذاذه دي؟ شانك هيعلى قوي الفتره الجايه يا اسود. عندكم اللهم صل على النبي، عندكم ترقيات ترقيات، اللهم صل على النبي، وعندكم قوه وعندكم ثقه في النفس، يور كونفيدنس، عندكم سيلف كونفيدنس، ثقتكم في نفسكم هتعلى قوي 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 الفتره الجايه. عندكم ده اول ده انا لسه اهو لسه بسمي وبصلي على النبي، اللهم صل على النبي. عندكم قوه غير طبيعيه، جالكم الكينج سوردز للمره الثانيه. فانت اللهم صل على النبي، والله العظيم والله العظيم يا اسود اخباركم زي العسل، وهبره الاسد والمساعدات الالهيه من رب العالمين. ربنا طول الوقت بيحبكم، طول الوقت بيساعدكم، والفتره الجايه هتسمعوا اخبار ما تحلموش بيها. الموضوع اللي شاغلكم، بس انتوا عندكم مشكله، نقيتوا شويه في الصرف، يعني ابوس دماغكم يعني اعمل فيكم ايه يا اسود؟ يا اسود انتوا عندكم مشكله، اهدوا شويه في الصرف، كفايه صرف، بتصرفوا كتير قوي، هعيط هعيط على الهوا، كفايه صرف. اخباركم حلوه كلها، وعندكم انفراجات، وانتوا البرنسيسات والبشاوات والبهوات. من امبارح القمر عندكم، النهارده لسه خارج اهو داخل على العذراء، العذراء برضو القمر دخل عنده، العذراء برضو ايه مش وحش بالنسبه لكم، هو مش صديقكم قوي، مش صديق لكم قوي، بس برضو مش وحش، برضو مش وحش، هو ترابي لكن هو مش صديق لكم قوي. بينعكس عليكم برضو باموركم بتتحسن، عندكم موضوع استشفائي، موضوع قضائي، اللي في الاسود في واقف في محكمه ورفع قضيه باذن الله هينتصر وهيجي له حقه ورفعت شانه ورفعت درجه، وهتبقى قاعد كده تشرب الكافيه بتاعك او السناكس بتاعك وقاعد على الكرسي، وهتسمع بودنك وهتشوف بعينيك يا اسد اللي ظلموك، وربنا بينصرك عليهم، سهمك في الطلع. هيقولوا معقوله؟ معقوله ده اللي احنا كنا ظالمينه؟ معقوله ده اللي احنا كلنا عليه الفلوس؟ معقوله دوت اللي احنا بكيناه وقهرناه وزعلناه وكسرنا بخاطره ربنا عمل فيه كده؟ لان الاسود يستاهلوا ان هم يترقوا، يستاهلوا ان هو ربنا يكرمهم. ناس نظيفه ما بيأذوش حد، ناس عصبيين، مش هقول مغرورين، بس انتوا مغرورين واثقين في نفسكم عشان عارفين قيمتكم، عشان انتوا عارفين ان انتوا مش اي حد، انتوا رحم الله امرئ عارف قدر نفسه، انتوا واثقين في نفسكم، عندكم يور سيلف كونفيدنس، ثقتكم بنفسكم عاليه، عارفين ان انتوا
انتوا يعني بشوات كده، في افكار وحاجات قديمه كنتوا الفتره اللي فاتت شغلاكوا ويمكن كانت بتتجدد، او افكار كانت بتحاولوا ان انتوا تسترجعوها تاني او تجددوها بشكل جديد، ممكن يكون تطور في شكلكوا او في بيتكوا في حاجه هتتغير، المكان شغلكوا في نقله، هتتنقلوا من مكان لمكان او فرع لفرع او نفس الشركه بتاعتكم بس هتروحوا لمكان تاني وعندكم صرف قللوه شويه، وعندكم طاقه انتصار وطاقه خصوبه وطاقه ارتباط وطاقه جواز وطاقه حب وطاقه موت حلو، طاقه مزاج عالي، طاقه بشارات، طاقه انفراجه، بس زودوا الصلاه وزودوا التسبيح يا اسود، اللهم بلغت اللهم فاشهد، طول الوقت فكروا في ربنا. بصوا يا جماعه المغناطيس لما بنفكر في اعدائنا والحاقدين واللي بيحسدونا حاجتكو، انا بتكلم في علوم الطاقه وقانون الجذب، دلوقتي انا ماليش دعوه باي حاجه، انا بتكلم قانون جذب. انت بتجذب لنفسك ما تفكر فيه، ما فيك يخرج من فيك، ما تسيبش السبحة يا اسود، لان لو فكرنا في اللي بيحسدونا هتتحسدوا، ولو فكرتوا في ربنا وسبحتوا هتجلبوا بالسبحة بركه ربنا وبركه سيدي رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دي اهلا وسهلا. اهلا اهلا، اتفضلي يا فندم معاكي. استاذه هاجر اهلا بيكي، اتفضلي علي صوتك. 16 اهلا بيكي، اتفضلي قولي. 16/3 ده انت يا هاجر ولا حد تاني؟ لا دي مامتي. دي مامتك، طيب يا حبيبة قلبي، دي حوت، هي صحتها مالها بقى ونفسيتها مالها يا حبيبة قلبي؟ مال مامتك صحتها ونفسيتها؟ فيها حاجة مش ألطف حاجة بقالها يومين، مالها؟ حاجة وجعها في جسمها ولا نفسيا حد فيكم ضايقها؟ لا ضايقة، عندها القلب. ألف سلامة. بصي هو الدلو والحوت والميزان الوضع الحالي والجوزاء معاكم، مش هقول تحذيرات بس عطارد منتحس بالحمل، لا زال عطارد منتحس بالحمل، هيبدأ من بكرة بالليل الدنيا تهدى شوية شوية، ثقتنا في الله ان الوضع الفلكي يتحسن ويبقى لصالحنا بإذن رب العالمين. بص يا روح قلبي، هي مامتك تعبانة جسمانيا ونفسيا، حاولوا محدش فيكم يوجع قلبها أبدا 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 أبدا، قولوا حاضر، قولوا طيب ونعم، حاولوا تفرحوها، حاولي انت اللي تساليها مامي انت كلتي ولا لا، لان بصي يا هاجر الاب والام بيجيوا عليهم وقت من الزمن كده والله العظيم بينسوا ياكلوا، اقسم بالله بينسوا يشربوا، ما بيعطشوش ما بيجوعوش، فانت لو ما اهتمتيش بانك تقوليها ماما حبيبه قلبي انت كلتي ولا لا، بابا حبيب قلبي انت شربت ميه ولا لا، ما بيعطشوش ما بيجوعوش، فانتوا زي ما هو فرض وكانوا بيخلوا بالهم منكم وانتوا صغيرين، حان الوقت ان انتوا اللي تاكلوهم وانتوا اللي تشربوهم وانتوا اللي تجبروا بخاطرهم وانتوا اللي تهدوهم تجيبوا لهم الهدايا وتشوفوا طلبتهم ايه وتنفذوها، ما هو عملوا كده معاكم وانتوا صغيرين، حان الوقت الرد الجميل، وده مش تقرم منكم ده فرض عليكم. الحوت يا هاجر مامتك محتاجه طاقه ايجابيه لان مودها في داون وعندها ديبريشن وعندهم نيجاتيف انرجي، هي مش الطف حاجه ومش احسن حاجه، مودها اليومين دول مش حلو، حاولي بقى تدلعيها، تهننيها، تاكليها اكله بتحبها، تخرجيها كده تقعديها في البلكونه كده والشمس طالعه وحلوه لحد الساعه 12 بس، بعد 12 الشمس تكون مضره ومؤذيه، نبعد يعني قدامك من 7 الصبح لحد 12 الظهر قعديها بقى ربع ساعه او ساعه او ساعتين او اللي انت عايزاه، من الساعه 7 لحد 12 قعديها اللي انت عايزاه، ساعه نص ساعه 10 دقائق اللي انت عايزاه، بعد 12 الظهر لا، لان الميلانين بيتهيج من الشمس والميلانين في الجسم فبيحصل بقى بقع وتصبغات جلديه وبيحصل مشاكل في الجلد والبشره بتغمق وبيحصل كمان سرطانات لبعض انواع الجلد الحساسه، فبلاش اكليها اكل صحي، خليها تتمشى تلعب رياضه، هي طبعا مش هتعرف تروح الجيم، خليها ايه تتمشى كده تحرك العضل، لان العضل اما بيتحرك المود بيبقى جيد. اهلا بيكي يا منى. ايوه اهلا حبيبه قلبي، اهلا بيكي مرنا، اهلا بيكي يا مرنا. ايوه
اتفضلي يا ميرنا، وطي التلفزيون وقولي سؤالك حبيبتي. الحمد لله. اهلا، قولي بقى يوم والشهر حبيبتي. كنت عايزه اسال، انا 23/12. 23/12 تمام يا حبيبه قلبي، حاضر. وعايزه اسال برضو 2/8. 2/8. طب انت يا ميرنا 23/12؟ اه. طب انت جدي يا روح قلبي، ده انت عناديه قوي، ده انت جاده وحاده وطيبه وجدعه وكل حاجه حلوه فيكي، بس بطلي حديه شويه والنبي يا ميرنا، بلاش ايه الحديه، انت حاده شويه في كلامك، هو دي بس اللي بتؤخذ عليكي في الجدي، لكن كله حلو، كله عندك حلو، والدنيا الامور ابتدت تتحسن، لان حبايب قلبك اللي هم برج العذراء القمر دخل عندهم النهارده، حصل لك تحسن، مودك بقى الطف، الدنيا عندك بتحلو، المشكله اللي كانت عندك نفسيا وماديا وعمليا هتتحسن وهيحصل تصالح باذن المولى عز وجل. ال 2/8 ده اسمه ايه؟ فادي. فادي؟ اه. فادي ده خطيبك ولا جوزك ولا اخوكي؟ لا اخويا. اخوكي، ما شاء الله تبارك الله، ده اسد، اخباره زي العسل النحل. بصي يا ست البنات، انتوا الاثنين اخباركم حلوه قوي قوي قوي، بس اخوكي ايه مشكلته بقى؟ بيصرف كتير ليه كده يا ميرنا؟ ايه الحوار ده؟ سيبيني اتخانق معاكي انت بقى، عشان انا مش شايفه اخوكي، فسيبيني اتخانق معاكي انت، ليه بيصرف كتير قوي كده؟ بصي يا ميرنا، تابعينا من التلفزيون يا روح قلبي لو قفلتي. الاسود والحملان والجوزائيين عندهم طاقه صرف صرف صرف، اهدوا شويه، اهدوا، امسكوا ايديكوا. الاسود الطاقه عندهم كلها، انا فاتحه ورق الاسود، البشارات كلها والله العظيم حلوه قوي 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 يا ميرنا. انت حالتك بتتحسن، امورك يعني فيها بشارات خير، عندك انفراجات، عندك بشاره زي العسل النحل، هتسمعي اخبار جيده، هيطمئن قلبك وخاطرك وهتهدأ روعتك، الروعه والتهور والحاجه اللي انت كنت متغاظه وكانت مضايقاكي. سؤال سوشيال معانا، ايوه يا استاذه نوران، 16/2 تمام. حاضر. اوكي، طب الاول احنا يا جماعه خلينا في 2/8 اللي هو الاسد، الاخبار كلها حلوه قوي 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 قوي، اللهم صل على النبي. بالنسبه ل 16/2 كده هزعل، انا بقى كده هزعل، طنشوا ناموا لحد الساعه 12 دلو. 16/2 ده دلو، الناس اللطيفه، الناس الجميله، الناس الفري هيلبر، الناس المبتسمه، الناس اللي ايه اضحك للدنيا تضحك لك، الناس اللي بيحبوا السهرات والخروجات والاوبرا وسماع السيمفونيات والميوزك وفيروز، ويقعدوا كده يشربوا كوبايه القهوه في البلكونه كده ومروقين دماغهم، يا اما قاعدين على القهوه يا اما في الكافيه يا اما بيخرجوا، مالهمش في اللت والعجن، مالهمش في الهري، ما بيحبوش الهري، ما بيحبوش النميمه ولا الغيبه، ولا فلان راح وفلان جه، مش قررين، مش نبارين، ما بيبصوش في اطباق غيرهم ولا في حياه غيرهم ولا في ظروف غيرهم، ناس محترمه، ناس محترمه، بس موتهم سكه والدغري كده، سكه والدغري، ما كانش الطف حاجه. الدلو والحوت كان عندهم يا جماعه تراجع نفسي لحد النهارده المساء الساعه 12، موتكم مش الطف حاجه، وتعرضتوا لاستفزاز، حد النهارده كان غياظ، حد كده عاوز قلمنا قلمنا على وشه، حد كان عمال يغسكوا، في شخصيه مستفزه، يا اما حد اتصل بيكوا على الموبايل استفزكوا وقفل، يا اما حد يعني اتكلم بطريقه مستفزه، انتوا كان عندكم النهارده طاقه استفزاز بس هتعدي، اليوم هيحلو قوي من بالليل بدخول القمر، النهارده دخل خلاص عند العذراء، كل امور العذراء بتحلو، والناس كلها بتشيد بيك وبتمدحك يا عذراء، والجديان نفس القصه، والاسود كده كده على العرش، قاعدين على العرش مربعين ومسيطرين ومتألقين وأمامير وحلوين يا أسود، أنتوا قل أعوذ برب الفلق، اللهم صلي وسلم وبارك على كل عين تشوفكوا يا أسود، ولا تصليش على النبي، الكروت كلها عسل نحل، والله عسل عسل عسل، أقسم بالله أخباركم كلها اللي جاية حلوة، بس تبطلوا صرف، وبلاش تحكوا لحد أسراركم، أنتوا والعقرب، تهديد للعقرب، تهديد للعقرب، بلاش يا عقرب، عشان أنت أخبارك كلها حلوة حلوة حلوة، وعندك فيه ان شاء الله مكاسب، وعندك بس القمر عامل عليك اضاءه جامده قوي يا عقرب، انت في ناس مركزه معاك جدا جدا جدا، حاول تقرا قران كتير، جاذبيتك بتزيد، احتمال يبقى فيه ارتباط، بس والنبي والنبي يا عقرب
بلاش تقولوا اسراركم لحد، لان في حد اليومين دولت الشيطان كده ضحك عليه وعاوز يقول سر انتوا قلتوه او فضيحه او نعمه عندكم مش عنده، هو عارفها والنار كلت فيه، فعاوز يحسدكم او يأذيكم او يعمل لكم عمل. حاولوا يا جماعه ما تاكلوش العقارب من ايد حد الا اللي واثقين فيهم، ما تشربوش حاجه غير من ايد اللي انتوا واثقين فيهم. رحنا وصلنا للعذراء. العذراء بعد قرارات قديمه خدتوها وكانت قرارات في منتهى، انتوا كنتوا بتقولوا لو كنا لو برضو تاني هنرجع للو. يا جماعه انتوا والجوزائين بل كفايه كلمه لو المقرفه دي، ايه كلمه لو دي؟ لو احنا في الان، احنا في ات ذا مومنت ناو، انتهى الماضي خلص، بلاش كلمه لو. انتوا قاعدين خدتوا قرارات اتخذت خلاص، السيوف اللي نازله لتحت قرارات اتخذت، قرارات ضايقتكم، قرارات كان فيها تهور، قرارات ندمتوا عليها، بس خلصت خلاص. ما خلاص خلصنا خلاص بقى، انتوا والحملان والجوزائين فوقوا بقى من الهري اللي انتوا بتعملوه ده هري ده والله. انتوا بتفكروا في الماضي وقاعدين جايبين طحين طحنتوه بتطحنوا فيه تاني، الطحين الطحن، انتوا ليه بتطحنوا في الطحين؟ جايبين دقيق وطحنتوه بقى طحين، بتطحنوه تاني وتطحنوه تاني، ما خلاص طحن. الماضي انتهى، خليكم في الافكار الجديده. القمر عندكم في اشاده، في ناس بتدعو لكم، انتوا اجتماعيا متالقين ومنورين واخباركم كلها زي العسل بدخول القمر. الامور اتقلبت راسا على عقب لصالحكم يا عذراء. اهلا بك يا استاذ محمد. انا اللي لسه مكلم حضرتك من شويه بخصوص بابايا همام، فكنت عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضل. هو بابايا بره على طول مع الناس اللي بره بيضحك وبيهزر، واول ما يدخل عندنا هنا البيت بيفضل يقول لنا مش طايقكم ومش بحبكم وبيتضايق. هو ثور؟ قولي مواليده كده علشان في كذا محمد اتصل بيه. لا 22/1. 22/1، يعني هو بيبقى كويس بره. الناس اللي بره معانا احنا هنا بيقول لنا ما بحبكوش. ده دلو، ده الطف خلق الله في الكون كله، ده 22/1 ده دلو. بص بقى هقول لك. طاقة البيت عندكم فيه مشكلة، يا طاقتنا احنا اللي فيها مشكلة. بص يا استاذ محمد، الطاقة احنا كبني ادمين عبارة عن طاقة يا استاذ محمد، خلاص؟ طاقتنا بتتعدل ازاي؟ من الارض. الطاقة بتاعتنا عشان احنا يبقى مودنا لطيف ولذاذ وجمال وامامير كده وندخل القلب، لازم احنا اتخلقنا من الارض، احنا تراب اصلا. الناس اتخلقت من تراب وهترجع تاني تراب. بنعدل الطاقة ازاي؟ بالارض. تتوضى وتصلي كل ما، والله العظيم اللهم بلغت اللهم فشل، كل ما تتوضى وتصلي وتنزل تسجد لربنا على الارض، طق طق بتتعدل. كل ما بنقلل صلاة، انا بتكلم على المسلمين اخواتي المسيحيين على عيني وعلى راسي، تناولوا روح الكنيسة تناولوا، انا بتكلم على المسلمين خلاص، احنا كمسلمين. كل ما هتتوضى اكتر مودك وطاقتك بتتعدل، كل ما هتسجد اكتر طاقتك ومودك بتتعدل، كل ما بتذكر ربنا وتسبح اكتر مخك مغناطيس بيجذب الطاقة. شكرا يا محمد، تابعنا من التلفزيون، بيجذب الطاقة السلبية. لو قاعدين ماسكين السبحة دي ما بنسبحش ربنا، بنفكر في أعدائنا والناس اللي بيحسدونا وبيحقدوا علينا، هنلاقي مخنا جذب طاقة الشر اللي فيهم، حاجاتكم بتتكسر، حاجاتكم بتضيع، حياتكم بتسود. وإن له معيشة ضنقة، اللي بعيد عن ذكر ربنا فإن له معيشة والله العظيم ضنقة. لكن العكس، لو جبنا السبحة بقى وما فكرناش في أعدائنا واللي بيحسدونا وبيحقدونا، يا جماعة احنا مش هنغير الناس، ما تسيبوا اللي يحقد يحقد واللي يغل يغل، ركز في نفسك، ما حدش ليه دعوة بحد. طاقة باباك يا أستاذ محمد، طاقة البيت ممكن يبقى فيها مشكلة أو أنتوا طاقتكم عايزة تتعدل. أول حاجة خليه يصلي، تاني حاجة ما يسيبش السبحة من إيده يذكر ربنا، لأن مخه لما بيقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، مخنا بيقرب بيفكر في ربنا فبيجلب لنا طاقات السعد، بنلاقي مودنا بقى أحسن، نقعد نهزر، بنقلب الموضوع بضحك، والله حتى لو في مشكلة تلاقوا الموضوع قلب بضحك وكوميديا رهيبة. أستاذة نوراني اتفضلي قولي سؤالك. أربعة ستة، دي اسمها إيه أو اسمه إيه؟ الله على اسم خلود، اسم حلو قوي 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 وطاقته حلوة. يا خلود أنت جوزائية، يا خلود أنت جوزائية. بصوا قبل ما احنا داخلين دلوقتي، احنا قلنا العذراء اخبارك كلها حلوه، الكره كلها بقت في ملعبك وفي صالحك انت بدخول القمر عندك يا عذراء. عندك احنا دلوقتي في العقرب، احنا في طاقه العقرب، يا عقرب يا امبراطور
انت عندك في نعمة قلتها لحد عندك ومش عنده حاسدك عليها اول يومين دول. وبالنسبة للستات في واحدة قالت سر او حاجة تخص فضيحة او سر ما ينفعش حد يعرفه واللي هي اللي انت قلت لها عليه هي عايزة تحسدك او عايزة تقوله او عايزة تفضحك او عايزة تحسد النعمة اللي انت قلت لها وطلعت عندك ومش عندها. فبلاش تتكلموا كتير، كفايه رغي يا عقرب، لان انتوا الفتره الجايه فتره قويه جدا وفيها طبطبه وفيها جبر خاطر، بس انتوا التهديد الوحيد اللي بيدور حواليكم ان انتوا النعم اللي عندكم ما تحكوهاش لحد لانكم اتحسدتوا. اللي انتوا قلتوا لها هي اوريدي بتحسدكم دلوقتي. وفي حاجه تانية يا عقرب، اللي السر اللي انتوا قلتوه خاص بيكم حاجه تخص حياتكم الشخصيه، يور بيرسوناليتي لايف، يور بيرسوناليتي دي حاجات شخصيه. فرشة السنان ما ينفعش نديها لحد تاني يغسل بيها سنانه، خلاص؟ أسراركم برضو الشخصية دي ما ينفعش تقال برا، انتوا زي القبر وأفعاله ما ينفعش تطلعوا برا. اسكتوا يا عقرب عشان في حد متربص ليكوا عايز يفضحكوا يا عاوز يحسدكوا يا بيعد نعم ربنا عليكوا. ما تتكلموش، قولوا الحمد لله سبحان الله نشكر ربنا، بلاش كلام كتير، بلاش حاجات كتير. الفتره اللي فاتت لحد امبارح كان القمر في اعلى نقطه عندكم في الدايره الفلكيه، كان مسلط عليكم الاضواء، كان في ناس مركزين معاكم قوي، الاحقاد كانت منتشره والغل والحسد والحقد، والطيبين كانوا بيقولوا والله العظيم اقل من اللي انتوا فيه ده قليل عليكم، ده انتوا تستحقوا اكتر واكتر، ربنا يديكوا اكتر ما انتوا عليه، انتوا تستاهلوا اكتر. فهو كان الوضع امبارح كده. النهارده بقى اسكتوا خالص عشان في حد متغاظ منكم. اتفضلي، اهلا بيكي، اتفضلي. يا اهلا وسهلا ايه، اتفضلي يا ايه، انت معانا على الهوا. اوطي التلفزيون معلش. طب شكرا ايه، حاولي الاتصال بينا مره ثانيه. هنكمل مع العقرب. العقرب عندك دعم من رب العالمين قوي قوي قوي، ربنا كريم، ربنا ارحم الراحمين، ربنا جميل، ربنا عارف قد ايه انت تعبت وقد ايه ما بتاذيش حد وقد ايه واقف جنب الناس وقد ايه روحك حلوه وقد ايه بتتمنى الخير للناس. والله العظيم انا عندي حسن ظن عبدي بي، ربنا اللي قايل فليظن عبدي بما شاء فان ظن خيرا فخير. عندكم طاقه استشفاء لانكم استشفاء يمكن من عمل او من حسد او من طاقه وجع في جسمكم والم نفسي وحسره وحزن، طاقة قلب المكسور، القلب الموجوع، القلب المتعور هتشفى، لأن الفترة الجاية قوية بالنسبة للأسود وبالنسبة للعقرب الإمبراطور، وإحنا في ورق العقرب الإمبراطور. الفترة الجاية قوية جدا بإذن رب العالمين. الوضع الفلكي بيزغرط لكم، عندكم بشارات، عندكم انفراجات، عندكم أخبار حلوة، بس أرجوكم يا ريت اللي حصل ما يتكررش تاني. السر اللي أنا معرفش أنا إيه السر، بس هو حاجة شخصية جدا 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 وحساسة جدا قلتوها لحد، الحد ده عاوز يفضحكم يا عقرب أو يطلع السر بتاعكم أو يشوه سمعتكم أو يشوه صورتكم أو أنتوا محسودين. قلتوا بتكلموا ليه؟ ربنا رزقكم بنعمة، اسكتوا اسكتوا. مش كل الناس بتقول اللهم زيد وبارك يا عقرب، والله مش كل الناس بيقولوا ايه ده ايه ده، ربنا يزيده والله قليل عليه يا رب يكرمك أكتر، أقسم بالله أنت بني آدم محترم تستحق أكتر وأكتر. مش كل الناس بتقول كده، في ناس بيقولوا اشمعنى واحنا لا، مش عارف ايه القوس بقى، ده ورق القوس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبته واحبته ونحن منهم الى يوم الدين. طبعا يا قوس الكارت ده ممكن هقول بسبب عطارد منتحس في الحمل، دي اول حاجه. تاني حاجه انت ليه متكتف كده؟ في حد مخليك متضايق ومكتفك بسبب قرارات قديمة حد تاني، مش لازم يكون انت اللي خدتها يا كوس، ممكن يكون حد اضطرك او غصب عليك تمشي في موضوع مشروع غصب عليك، قالك والله العظيم ده انت بوست هتربح وهتكسب والمشروع ده تمام وانت خسرت فيه، او انت دايس على نفسك وعمال تضغط على نفسك وبتستحمل ناس ما يتعشروش، عمالين يضغطوا عليك، عمالين يستفزوك ما بتعرفش تنام منهم، مزعجين ومقلقين، باصين في حياتك وسؤال سؤال سؤال، انت كلت انت جبت انت تلاجتك فيها انت قبضت كام هتسافر امتى. في اشخاص كانوا في حياتكم الفتره السابقه، انا بتكلم على الماضي، الناس دول كانوا سبب في حزن ووجع قلب وتكتيفه ليك. ممكن يكونوا الناس دول تحقديين عملوا لك سحر او ربطوك، وممكن يكونوا من كتر الحشريه اللي فيهم
الحسد بتاعهم قوي جدا، اتقلب بقى اقوى، بقى زي السحر من قوته، بقى زي السحر، بقى ملجمكم، بقى مربطكم ومخليكم في تباطؤ وتراجع ومش متحمسين. عايزه اقول لكم ان الفتره الجايه باذن رب العالمين بدخول القمر عند العذراء هتبقى انت كأم عندك خصوبه، انا بتكلم على القوس الستات، عندك خصوبه وعندك ارزاق باذن الله قادمه من رب العالمين من فضله وكرمه ومن وجوده، هيطبطب عليكي وهيكبر بخاطرك. ربنا دايما لطيف بعباده، احنا مش اعدائه، حتى لو احنا موجودين الدنيا يا جماعه كلنا بنختبر، اللي عنده صحته فبيختبر بالصحه، اللي مريض بيختبر بالمرض، اللي معاه فلوس بيختبر، اللي معاه فلوس كتيره ده امتحان ليه، ربنا بيشوف هيعمل ايه بالفلوس الكتير، اللي معهوش فلوس وعنده فقر برضو ربنا بيختبره بالفقر. فطول الوقت احمدوا ربنا يقوس، لان الفتره الجايه وبالوضع الفلكي الجديد بدخول القمر عند العذراء وانتقاله من الاسود، انتقل النهارده المغرب من الاسد للعذراء، فامور الاسد كلها جيده، امور العقرب كلها جيده، ما عدا الاسد يبطل صرف، والعقرب كفايه رغي وما تقولش اسرارك. التحذير اللي ليك يا قوس، اللي فات مات انت والحمل والميزان، الميزان لا، الميزان موده النهارده صعب قوي، والدلو بس يحاول يقرا قران كده ويشرب حاجه بيحبها. الميزان الدلو الحوت ريحوا ناموا كده، الجو معاكم مش الطف حاجه، الجو مخاصمكم، الفلك مخاصمكم، زعلان منكم، يعني ممكن يكون طاقه نرفزه، طاقه عصبيه شويه، طاقه مش الطف حاجه، بس هتحلو والله العظيم، والله العظيم يا قوس انتوا عندكم تعويضات. الدلو النهارده بقى الدنيا تحلو قوي قوي من بالليل، من اول هتسهروا هتخرجوا هتقضوا كده سهره حلوه، الموت هيبتدي يتحسن قوي، لكن قبل كده النهارده الصبح كان طاقه استفزاز. القوس عندكم انفراجه وعندكم طاقة حلوة، صحيا ما كنتوش أحسن حاجة، علشان كان في صحيا كان عندكم مشكلة، عطارد منتحس بالحمل فجايب تعب للعذراء صحي، أنا بتكلم على الصحة بس، نفسيا أنت يا عذراء الله أكبر، الطب أنت القمر عندك، أنت باشا، أنت معلم ولا على بالك، وسع 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 للعذراء، لكن انا بتكلم على معنى الجسم بتاعك كان تعبان بقاله فتره بسبب. اهلا بيكي يا استاذه عائشه، ايه الاسم الحلو ده، يا اهلا بيكي يا استاذه عائشه، استاذه عائشه علي صوتك، استاذه عائشه حاولي الاتصال بينا مره تانية حبيبه قلبي. طيب احنا رحنا دلوقتي لحبايب قلبي الجدي، رحنا للجدزين بقى، يعني بعد فترة كنت في مشكلة جامدة قوي كانت عندك في البيت مع زوجتك، ما كنتوش عارفين تتفهموا أو تتصالحوا، كانت مشكلة عميقة جدا جدا جدا، مشكلة يمكن يكون كانت في العمل لحد امبارح بس، امبارح بس، لأن النهاردة الحليف بتاعكم، حليفكم وحبيبكم وشقكم كده النص التاني بتاعكم العذراء، القمر دخل عند العذراء قلب كل المقاييس، الدنيا بتحلو معاكم يا جديان، واخبار حلوه واخبار ساره، وان شاء الله جبر خاطر، ونفسيا الامور بتتحسن وبتتصالح، وفي طاقه كده حلوه، طاقه جميله، طاقه حلوه قوي قوي قوي. اتفضلي يا استاذه نوران قولي سؤال السوشيال. قولي سؤال. 4/6. طبعا قبل ما نكمل في مواليد برج الجديان، احنا بنكمل مع الجوزائيين. الجوزائيه 4/6 يا استاذه نوران، دي جوزائيه هوائيه ماجيك، ناجحه جدا في شغلها كصحفيه او في البابليك ريليشن شاب او كبريزنتر اناونسر، تحب انها تبقى في السلك الدبلوماسي، انسانه لطيفه. الجوزائيين هوائيين لطاف قوي، اكتر ناس مش مضرين على الاطلاق، معروفين الجوزائيين، هم سامعيني وعارفين انا بتكلم في ايه، مش حقودين ابدا ابدا، مش غلاويين ابدا، مش مؤذين ابدا، ما بيضروش الا اذا انضروا، اذا انضروا بيقعدوا يتقوقعوا مع نفسهم، لو قلت لهم كلمه بربع جنيه هتلاقيه يقول لك يا حبيبي ووثق فيه. بصوا يا جماعه، الطيب هيفضل طيب والله العظيم، والخبيث هيفضل خبيث، والسماوي هيفضل سماوي، والحقودي هيفضل حقودي، واللي بيتمنى الشر للناس هيفضل بيتمنى الشر للناس. الجوزاء بيطلع يطلع وينزل على ما فيش، يقول لك لا اقسم بالله انا اتغيرت، وهو هبل اصلا،
قمه الطيبه وقمه النظافه وقمه الفيري هيلبر، وما بيحسدش وما بيحقدش وما بيأذيش حد، ويقعد يقول لك اقسم بالله انا اتغيرت، لا 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 ده انا بقيت واحد تاني، ده انا هحرص، انا هخلي بالي، ولا على الله حكايته، على الله ان شاء الله. انت اللي بعت سؤالك، انت جوزه ايه نقيه طيبه قوي، والله والله اقل عباد الله في الضرر، ما بيؤذوش ابدا ابدا ابدا، هم حد واحد بس ممكن يؤذوه، يؤذوا نفسهم، لكن يؤذوا الناس لا، ما بيؤذوش حد، ما بيضايقوش حد، كلامهم لطيف قوي، ناس غلابه جدا، ناس طيبه جدا، ناس هوائيه، بس اللي بتعفرطهم لو عايزه تعفرطيهم، اللي عاوز يخلي الجوزاء يكرهه ويطفش منه، يساله كتير، يسأله كتير وينتقده كتير ويسيطر عليه، يقول له ما تعملش لا اعمل، ما تعملش لا اعمل، ما تعملش، هيكره عيشته. الجوزاء بيكره الساعة اللي اتولد فيها. لو حد تسلط عليه، فرض عليه رأيه أو قهره أو مشى كلامه غصب عنه أو قصر كلامه أو شتمه أو اتريق عليه أو أهانه، بس اللي أكتر بقى في موضوع الإهانة الجدي، يعني الجوزاء عادي لو أنت هزرت معاه، يعني قلت له يا عم بطل بقى مش عارف ايه، وقلت له كلمه كده يعديها، الجدي لا، احنا في طاقه الجدي دلوقتي، يا جدي انت الفتره الجايه حلوه قوي قوي قوي، صدقني فتره تعويضات وفتره خير وفتره جبران خاطر، فتره سعاده وحياه حلوه، لان بدخول القمر عند العذراء انت الفتره اللي جايه جبر خاطر وطبطبه وسعاده واخبار جميله قوي قوي، بعد فتره من الضغط انت لحد امبارح كنت متبهدل، النهارده بقى الميزان يخلوا بالهم قوي 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 قوي، خلاص الدلو يخلي باله لحد 12، بعد 12 هيسهر سهره حلوه هتعدله مزاجه قوي 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 قوي، ممكن مع قرايبه مع مراته مع اصحابه، كافيه مع حد بيحبه، في خروجه النهارده للدلو هي دي اللي هتخليه بقى يبتدي يرجع تاني شويه موده يتحسن، لكن غير كده لا، الدلو مش الطف حاجه، الميزان مش الطف حاجه، والله والحوت مش الطف حاجه، لازم الناس دي بقى تحاول تعدل طاقتها بالصلاه بالقران بالتسبيح بالذكر بالنحاس، كله نحاس كتير، نحاس موجود فين؟ موجود في البلح، تاكلوا بوتاسيوم كتير، بوتاسيوم موجود فين؟ موجود في الموز، ناكل اوميجا 3 كتير، الاوميجا 3 موجوده كتير فين؟ في عين الجمل والسردين والسلمون والبسارية، وايه كمان؟ السلمون والمكريل والسردين والبسارية والعين الجمل، وناكل بوتاسيوم يعني موز، وناكل عين وناكل دارك شوكليت، وناكل فشار، الفشار دي مأكولات السعاده والله العظيم، اعملوها يا جماعه بالباتر بالزبده البلدي، الزبده الفلاحي البلدي، وشوفوا مزاجكم هيتعدل قد ايه، الطاقه الايجابيه كلها في الفشار، الفشار ده عسل. احنا وصلنا دلوقتي لمواليد برج الدلو، يا دلو يا دلو والله العظيم عندك حسد، انت يا محسود يا في شخص يعني يا دلو انت في حد يا اما حاسدك يا اما مركز معاك يا اما حد كده نابر في حياتك، انت عندك اجتماعات لطيفه الفتره الجايه باذن الله ان شاء الله، عندك تطور، عندك نجاحات وتحقيق اماني، النهارده مودك ما كانش احسن حاجه، في شخص مستفز حرق دمك النهارده، كان يوم الاستفزاز بالنسبه للدلو، الدلو ما بيتنرفزش، الدلو اقسم بالله لو اتنرفز يبقى اللي قدامه مستفز، اللي قدامه مستفز، احنا في اخر حاجه الحوت يا جماعه، احنا دلوقتي الحوت، اقسم بالله يا جماعه في حاجه غلط، انتوا ايه الحوارات دي؟ ايه يا حوت مالكو؟ ايه يا حوت مالكو في ايه؟ ايه يا حوت ده؟ ايه المناظر دي؟ انت جالك الفايف كابس وجالك السوردز، ثلاث قرارات منيله خدتها قاعد عمال تندب حظك عليها، وعندك تعب جسماني، وعندك حاجه زي طاقه سحر او حسد او انسان مقار في حياتك، حاول تنظفه يا جماعه، الناس دي بقى نظفوا اللي حواليكوا يا جماعه، مش اي حد تدخلوهم في دايره علاقاتكوا يبقى حبيبي وصاحبتي وحبيبتي واختي، والله ما هتعيطك غير اقرب واحده ليكي، والله ما هتخونك غير القريبه، وما هتصدمك وتدخلك مستشفى الامراض العقليه الا اللي فاكراها انها صاحبتك وانتمتك واختك وقريبتك، يا جماعه حتى القرايب هونوا، مش كل حاجه تتقال لقرايبكم، قرايبكم بيحسدوا غصب عننا، احنا بني ادمين احنا مش ملايكه، غصب عن اختك من امك وابوكي ممكن تقر عليكي وتحسدك وما تتاذيش غير منها، انتمتك والله العظيم دي الوحيده اللي ممكن تخطف جوزك وتنكدك وتعيط عليكي، ف طبعا انا استمتعت معاكم جدا، الوقت الحلو معاكم بيداهمنا بسرعه جدا وخلص بسرعه، في اخبار جديده وبشارات جديده هتستنونا معايا انا في برنامجي وبشر مع دينا حمدي، ومبسوطه ان كنت معاكم.